بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله ميعادنا مع الحصة الخامسة من محاضرة الـ CIA لـ Part 1 الجزء الأول. النهاردة إن شاء الله هنكمل معاك Unit 3 الـ Chapter أو Unit 3 أو الفصل الثالث. النهاردة إن شاء الله هنبتدي معاكوا أو هنكمل معاكوا الموضوع اللي كنا اتكلمنا عليه المرة اللي فاتت. إحنا المرة اللي فاتت اتكلمنا على الـ Control Frameworks. النهاردة إن شاء الله هنبتدي معاكوا في الـ Enterprise Risk Management. قبل ما نبتدي في اي حاجه زي ما تعودنا كل محاضره ان احنا بنبتدي تاريخ المحاضره. النهارده 18 يناير 2017 18/1/2017 ده بالنسبه لتاريخ المحاضره. بالنسبه للموضوع الثاني حاجه كده بسرعه قبل ما نبتدي، كان في كل فتره كده كان حد من الشباب بيبعت لي بيقول لي ان المحاضرات في ناس بتنزلها على فلاشات وبتبيعها بفلوس، فاللي بيشوف المحاضره يا ريت يعرف ان المحاضرات دي موجوده على اليوتيوب ببلاش ومن غير اي تكلفه او اي حاجه نقديه يعني، تمام؟ فالمحاضرات مش للبيع. طيب ده بالنسبه للتنبيه الثاني اللي ملوش اي 30 لازمه في المحاضره. طيب نبتدي المحاضره بتاعت النهارده. احنا المره اللي فاتت خليني كده اقول لك يونت 3 كان بيتكلم على ايه. يونت 3 احنا اتكلمنا على الكنترول فريم وركس المره اللي فاتت وخدناها بالتفاصيل وقلنا ان في كذا فريم ورك اشهرهم هو الكوزو. خدنا الكوزو وخدنا الكوكو ومش عارف وخدنا حاجات كده تبع الانجليز وحاجات تبع الكنديين اللي هي الكوكو، وبعد كده اتكلمنا شويه على الكوبت بتاع الاي تي اوديت بتاع الاي تي اوديت، يعني اتكلمنا على حاجات كده ظريفه وقلنا اهمهم اهم واحد فيهم والفريم ورك الرئيسي اللي احنا اغلب الناس او اكتر من 95% من الناس كلها بتستعمله هو الكوزو فريم ورك. النهارده ان شاء الله هنكمل معاك في الانتربرايز ريسك مانجمنت. الانتربرايز ريسك مانجمنت مبدئيا عشان ابتدي في الانتربرايز ريسك مانجمنت لازم تبقى عارف ايه هو الكوزو. فانت لو مش فاهم اصلا الكوزو من المحاضره اللي فاتت يا ريت ترجع للمحاضره اللي فاتت وتفهم يعني ايه كوزو عشان تفهم يعني ايه الاي ار ام او الانتربرايز ريسك مانجمنت. ان الاي ار ام برضه كوزو هي اللي عامله كده في فريم ورك ظريف للاي ار ام او الانتربرايز ريسك مانجمنت اللي احنا هنقوله هو عباره عن ايه. فلازم ده مبني على الكوزو، تمام؟ يعني الكوزو عملت الانترنال كنترول فريم ورك الاول وبعد كده حبت تجود شويه وتحط التاتش بتاعها راحت عملت ايه؟ الاي ار ام، تمام؟ كتر الف خيرهم يعني. فلازم تبقى فاهم يعني ايه كوزو الاول والحصه اللي فاتت عشان تفهم النهارده هنتكلم عليه. طيب قبل ما اخش معاك في الكتاب بيقول ايه؟ يعني ايه اي ار ام؟ يعني ايه انتربرايز ريسك مانجمنت او اي ار ام؟ يعني اسمها على القهوه كده اي ار ام، تمام؟ يعني ايه اي ار ام؟ زي ما قلنا المحاضره اللي فاتت ان جزء من مهام الاداره ان هي تعمل تقييم مخاطر ريسك اسسمنت، وزي ما قلنا ان الريسك اسسمنت اللي هو تقييم المخاطر ده حاجه صغيره يعني، تمام؟ او جزء من الصوره الاكبر او الصوره الاشمل اللي هي اسمها عمليه ايه؟ اداره المخاطر الريسك مانجمنت. فالريسك مانجمنت هي الصوره الاكبر او الصوره الاشمل او الصوره الاظرف، تمام؟ لو ينفع اقول التعبير ده يعني من الريسك اسسمنت. الريسك اسسمنت انت بتقيم المخاطر، طب قيمناها اهلا وسهلا، انا عملنا ايه بقى؟ هنعمل حاجه بقى، يعني سواء بقى هنعمل افويد للريسك، هنعمل ترانسفير للريسك، هنعمل ميتيجيت للريسك، هنعمل شير للريسك، يعني هنشوف بقى هنعمل ايه في ام الريسك اللي احنا عملنا لها ايه؟ اسسمنت. ما بعد الاسسمنت او عمليه الاسسمنت بشويه الحبشتكنات اللي جنبها اسمها ريسك مانجمنت. يبقى الريسك اسسمنت ده جزء من الريسك مانجمنت. الريسك اسسمنت انك تقيم المخاطر، لكن الريسك مانجمنت انك تدير المخاطر، وكلمه انك تدير المخاطر جزء منها انك تقيمها. ما انت هتحددها ازاي غير لما تقيمها وبعد كده تعرف هي عامله ازاي فتديرها بقى بعد كده، تمام؟ كالعادة كل واحد قعد يقول رأيه في الريسك مانجمنت فطلع كذا فريم ورك. فطبعا عمك بتاع الكوزو قال لك يعني دي حاجة ما تفوتش عليا، فراح هو قال لك يا عم أنا هدي لك فريم ورك للإي آر إم أو الإنتربرايز ريسك مانجمنت، وكمان عشان ما صدعكش او عشان ما زهقكش هو مبني على الانترنال كنترول فريم ورك اللي انا قلت لك عليه المره اللي فاتت. يعني الانترنال كنترول فريم ورك اللي احنا اتكلمنا عليه المره اللي فاتت
هيظبطه كده ويزود عليه شويه كده اشتكالات بسيطه، فيقلب لك في الاخر اي ار ام. يعني انت تجيب الانترنال كنترول فريم ورك، حط عليه شويه بهارات، اضربه في الخلاط، حطه في الفرن، يطلع لك اي ار ام فريم ورك زي الفل. تمام، هناخد التفاصيل شويه كده، هناخد التفاصيل. طيب نقرا كده نشوف الكتاب بيقول ايه. The Kuzu ERM Framework. ERM اللي هي Enterprise Risk Management Integrated Framework، ده الاسم الكامل بتاع الفريمورك. Describes a model that incorporates the earlier Kuzu Control Framework while extending it to the broader subject of the ERM. يعني من الآخر زي ما قلت لك ERM خد الكوزو فريمورك بتاع الانترنال كنترول وجود فيه، وعشان يحط يعني يحط concept الـ ERM. ERM is based on key concepts applicable to many types of organizations. The emphasis is on the objectives of a specific entity or establishing means for evaluating the effectiveness of ERM. يعني الـ ERM مبني على concepts, key concepts أو مفاهيم رئيسية أو حاجات أساسية في أي applicable لأي organization، بدءا من عم عبده لحد أكبر organization موجودة في العالم. إن أي حد أي organization عندها objectives، تمام، اي في objectives of a specific entity، اي organization مع اختلاف الاحجام كلهم عندهم objectives، تمام، و establishing means يعني ways او طرق for evaluating the effectiveness of ERM. The Kuzu framework defines ERM as follows. مش احنا زي ما قلنا ان في تعريف للinternal control الكوزو عرفته لك، وقلنا التعريف ده مهم جدا 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 وشرحناه بالتفصيل المحاضره اللي فاتت. نفس الفكره في الاي ار ام فريم ورك. الاي ار ام فريم ورك برده الراجل بدا ان هو يعرف لك يعني ايه اي ار ام تاني. يبقى الفريم ورك عامه، الفريم ورك سواء الانترنال كنترول فريم ورك اللي خدناه المره اللي فاتت، قال لك الديفينيشن بتاع الانترنال كنترول، وبعد كده قال لك الكومبوننتس بتاعت الانترنال كنترول. نفس الفكره هنا، هيعرف لك يعني ايه اي ار ام، يعني هيديك الديفينيشن بتاع الـ ERM، وبعد كده هقول لك ايه هي الكومبوننتس بتاعت الـ ERM. تمام، نفس الكونسبت بتاع الكوزو انترنال كنترول. فنبتدي بالديفينيشن. الديفينيشن قال لك ايه؟ انتربرايز ريسك مانجمنت از ا بروسيس، هي عمليه، افكتد باي ذا انتيتيز بورد اوف دايركتورز مانجمنت اند اذر بيرسونال. انا شفت الكلام ده فين قبل كده؟ ده نفس الدخله بتاعت الانترنال كنترول ديفينيشن، يعني هي نفس الدخله. ان لو تفتكر internal control definition برضه يقول لك هي process affected by the entity's board of directors و management و other personnel، نفس الدخلة. تمام، حلو. applied in strategy setting and across the enterprise. ال process دي او العملية دي بتتطبق in strategy setting، يعني انت في عملية تحديد الاستراتيجية بتاعتك، و across the enterprise على مستوى كل الانتربرايز. across the enterprise يعني مستوى على كل المستويات، يعني سواء كده او سواء كده، يعني سواء الديبارتمنتس مختلفه او سواء على مستوى كل الليفلات. تمام، designed to identify the potential events that may affect the entity and manage risk to be within its risk appetite. حط تحت كلمه risk appetite مليون خط، وهقول لك يعني ايه risk appetite. To provide reasonable assurance. تاني reasonable assurance، أي حاجة بنعملها reasonable assurance. External audit, internal audit, reasonable assurance. Internal control, ERM, reasonable assurance. Fraud assurance، مش عارف إيه، كل ده reasonable assurance. إحنا ما بنديش absolute، مفيش absolute، انسى كلمة absolute. أي حاجة، بص لو سألك في ايه باللذي، قال لك البتنجان المقلي بيتعمل ازاي، قول له ريزنبل اشورنس. تمام، مفيش اي حاجه عندك ابسولوت ابدا، كله ريزنبل اشورنس. يبقى تو بروفايد ريزنبل اشورنس ريجاردنج ذا اتشيفمنت اوف ذا ايه اوف ذا انتيتي اوف ذا انتيتي اوبجكتيفز. طيب تاني كده بس بالراحه شويه، ونقول يعني ايه الكلام ده. ERM is a process affected by the entities board of directors management and other personnel. قلنا applied in strategy setting and across the enterprise. مهمة جدا. ليه applied in strategy setting and across the enterprise؟ ان الـ ERM هو بيعرف لك الـ management philosophy والـ operating style. افتكر الحتة دي
اللي احنا شرحناها المره اللي فاتت، في حاجه اسمها مانجمنت فيلوسفي اند اوبريتنج ستايل، يعني في زي ما قلت لك في اداره كونسرفاتيف متحفظه، يعني قبل ما تخش اي خطوه بتحسب 50 خطوه تمام، قبل ما تعمل اي حاجه بتشوف بتدرس كل حاجه بالتفصيل الممل. وفي اداره تانية اجريسيف، يا عم ده في بوتنشال انفستمنت اوبورتيونيتي مش عارف فين، دوس يلا تمام. مش معناها ان هي حماره، مش معناها ان هي حماره لا، بس في اداره بطبيعتها متحفظه وفي اداره بطبيعتها بتبقى عندها اقل تحفظا تمام، يعني فمش عايز اقول لك متهوره يعني تمام، بس تبقى اقل تحفظا تمام. فده هياثر على الاي ار ام، او اي ار ام هتاثر على الموضوع ده. ما هو الفكره كلها ترجع للريسك، ما هو المتحفظ ده الكونسرفاتيف هو متحفظ ليه؟ عشان في ريسك وهو خايف ان الريسك ده يحصل، فطريقه ادارته والاستراتيجيه بتاعته هتتاثر بالريسك. غير الاجريسيف، الاجريسيف برضه هو عارف ان في ريسك، هو برضه مش حمار هو عارف، بس طريقه ادارته الريسك مانجمنت بتاعه مختلفه. فالريسك مانجمنت او الاي ار ام الانتربرايز ريسك مانجمنت بيأثر في الاستراتيجي سيتنج، وطبعا اكروز انتربرايز ديزاين تو ايدنتيفاي بوتنشال ايفنتس ذات مي افكت ذا انتيتي. العمليه دي ديزاين عشان تعمل ايدنتيفيكيشن، تعرف البوتنشال ايفنتس الاحداث المحتمله. خلي بالك من حاجه، اصل الريسك هي بوتنشال، كلمه ريسك في الديفينيشن بتاعها، بص يعني هقول لك اهو، او لسه اهو هيعرف لك الريسك اهو، بص يعني انا جاي لك اهو في تعريف الريسك نفسه. ريسك از، بص معايا في الشاشه، از ذا بوسيبيليتي، احتماليه، بوتنشال احتماليه. ما فيش ريسك سيرتن، ما هو لو يعني مثلا هقول لك ايه، احنا في احتماليه ان مصر تخسر من غانا تمام، في ماتش جاي مصر يعني في ماتش اوغندا باين وبعد كده غانا تمام، اوغندا ممكن نطلع لنا بنقطه وغانا غالبا ايه هنخسر تمام، ففي احتماليه في خطر ان نخسر قدام غانا. هل احنا خسرنا قدام غانا؟ لسه، ما هو احنا لو خسرنا ما بقتش ريسك، احنا لو خسرنا بقت لوس تمام، بقت اكتوال لوس. في فرق بين اللوس وفي فرق بين الريسك. اللوس انك تخسر خلاص، احنا كده الماتش خلاص تمام وايه وكل سنه وانت طيب. لكن الريسك ان انت لو خسرت من غانا ومالي كسبت اوغندا فانت كل سنه وانت طيب ايه طلعت من دور المجموعات، ده ريسك تمام. حصل بقى النتيجه فعلا حصلت، ده ما اسموش ريسك، ده كل سنه وانت طيب، ده اسمه لوس. يبقى الريسك بص بوتنشال ايفنتس، بوتنشال، مفيش ريسك حصل يعني، ما بلاش ريسك وحاجه حصلت دونت ميكس تمام. من الاخر كده لازم الريسك حاجه بوتنشال، حاجه احتمال تحصل تمام. وعلى فكره الريسك بتبقى حاجه احتمال تحصل ووحشه. ازاي يعني الريسك معناها ان انت حاجه احتمال تحصل ليها ادفيرس افكت. بص حتى تعريف بص تعريفها هنا تاني، and adversely affect the achievement of the objectives. يعني هقول لك على حاجه، طب عشان نخلص بقى بدل كده قلته، تعال ناخد تعريف الريسك، هرجع تاني تعريف الار ام بس هقول لك تعريف الريسك بسرعه. ريسك از ا possibility that an event possibility، بص يبقى ايه possibility، potential احتماليه، مفيش حاجه اكيد لسه، that an event حدث هيحصل will occur and adversely، حط تحت كلمة adversely مليون خط، adversely هيأثر عليك بطريقة سلبية، adversely حاجة وحشة، and adversely affect the achievement of the objectives، يعني هيأثر عليك بطريقة وحشة. يعني هناخد الاكزامبل العبيط اللي انا لسه شارحه من شوية تمام. انت قلت انت لو خسرت من غانا ومالي كسبت اوغندا، يبقى انت كده في احتمالية ان انت تطلع من دور المجموعات، ده اسمه ريسك. لكن انت لو تعادلت مع غانا وغانا كسبت مالي، يبقى انت كده لا، يبقى انت كده احتماليه انك تتاهل لدور الثمانيه مثلا تمام. هل دي ريسك؟ لا دي مش ريسك، ده احنا هنفرح. يبقى دي ما اسمهاش ريسك، دي اسمها ايه؟ اوبورتيونيتي. الاوبورتيونيتي هي عكس الريسك، الاوبورتيونيتي حاجه مش اكيده والريسك حاجه مش اكيده، بس الاوبورتيونيتي الاوتكم بتاعها يفرحك، الريسك الاوتكم بتاعه بيزعلك. يبقى الاثنين واحد، الاثنين بوتنشال ما مش عارف لسه مش اكيد، الاثنين لسه ما حصلوش، الاثنين هيجوا في الفيوتشر
لسه الماتش ما اتلعبش تمام، بس واحد لو لو الحاجه لو الايفنت ده نتيجته كانت ظريفه بالنسبه لك يبقى اسمه opportunity فرصه، لكن لو الايفنت ده نتيجته هتزعلك تمام يبقى اسمه ايه ريسك. ده الفرق بين الريسك والopportunity. طيب نرجع تاني تعريف الاي ار ام. يبقى الاي ار ام ديزاين تو ايدنتيفاي بوتنشال ايفنتس ذات مي افكت ذا انتيتي. وخلي بالك احنا هنا بنتكلم على الريسك، يبقى اوتوماتيك كده انت ذهنك بيروح على ايه، على الحاجات اللي عليها ادفيرس افكت، على الحاجات اللي هتزعلك تمام. اد مانج ريسك تو بي ويزن اتس ريسك ابيتايت، مهمه جدا جدا جدا. يعني ايه مانج ريسك تو بي ويزن ذا ريسك ابيتايت؟ كلمه ريسك يعني ايه ريسك ابيتايت اصلا؟ كلمه ريسك ابيتايت بصراحه انا ما اعرفش المصطلح العربي بتاعها، يعني اكيد ليها مصطلح عربي تمام بس انا ما اعرفوش. بس اللي اشرحه لك بقى يعني ايه ريسك ابيتايت، معناها انت تقدر تسمح بقد ايه مخاطر، او ممكن هي ممكن يكون اسمها المعدل المسموح به من المخاطر. ده لو هترجمها ترجمه انيس عبيد يعني تمام، ما اعرفش بقى المصطلح ايه بالظبط. بس يعني ايه الريسك المسموح به؟ يعني حضرتك دلوقتي لما بتيجي تمانج اي شغل اي بيزنس، هل انت في شغل او اي بيزنس في العالم او في اي اورجانيزيشن في الدنيا بتعمل اليمينيشن لكل الريسك؟ مستحيل طبعا. ليه؟ اول حاجه عشان مش ابليكابل، ان اي حاجه. طب ما انت ممكن لو طياره فوق المصنع بتاعك، الطياره دي وقعت عليك على المصنع بتاعك، هتدمر لك المصنع. ايوه بس ده احتمال بعيد قوي، يعني طب انت عايز بقى طياره وتبقى طياره فوق المصنع بتاعي، وعايزه يعني الموتور يقف فوق المصنع بتاعي، ماشي. احنا بنتكلم على البروبابيليتي اللي هي ممكن تبقى بعيده، بس لسه في ريسك. هل انت هتعمل ايه بقى؟ هتمنع كل ريسك؟ هتعمل مثلا حظر تجوال حوالين المصنع بتاعك؟ لا مستحيل. فانت في ليفل معين للريسك ما بتقدرش تمنعه، بس في نفس الوقت بتقبل بيه. يعني لو قلت لك استاذي دلوقتي في ريسك ان الطياره اللي طايره فوق المصنع ممكن تنزل على المصنع بتاعك تدشدشه، قال لك بص انا كل اللي اقدر اعمله ان انا اعمل انشورنس مثلا تمام، بس الانشورنس ممكن ما يغطيليش كل حاجه، فده ممكن الانشورنس يقول لك دي حاجه كوارث طبيعيه ومش عارف ايه، او حاجه انفريكوينت، فممكن الانشورنس حتى يلاقي لها مخرج. طب اعمل ايه؟ طب اعمل حظر تجوال، يعني اكلم هيئه الطيران اقول لهم بلاش طيارات تلف حوالين المصنع؟ مش هعرف. فهعمل ايه؟ هقبل بالريسك خلاص. يعني ده within my risk appetite. الريسك appetite هو المقدار من الريسك اللي انت تقبل بيه وما عندكش مشكله فيه. حاجه تانية مثلا اقول لك على حاجه، انت مثلا عندك فروع عند شركه وعندك فروع كتير، فالفروع عاطي كل مدير فرع ليميت معين من الديسكاونتس يقدر يديها للكاستمرز. طب ما هو ممكن الراجل يحصل اي لعب كده شويه ويلعب في الديسكاونت، او ممكن يقول لك انا عديت ديسكاونت وذين ماي ليميت ويحصل حاجه تانية. يعني انت ممكن مع كل حاجه انت ممكن تقعد تفصلها بالزياده، في الاخر مش هتوصل لحاجه، مفيش ريسك بيتشال لحد الاخر. فانت بتقعد تعمل الكاونتر ميجر. الكاونتر ميجر اللي هو يعني ايه كاونتر ميجر؟ الاحتياطات بتاعتك تمام، وتقعد تعمل في كنترولز لحد ما توصل لليفل معين. خلاص مش عارف اعمل اكتر من كده، يعني انا عملت سيستم وعملت ليميتس وقلت لهم يا جماعه في الديليجيشن اوف اوثوريتي او في اوثوريتي ماتريكس انتوا ليكوا كذا، وفي كنترول بيتعمل كذا، وبعد كل ده برضه في ريسك معين قد كده ان ممكن يحصل مش عارف ايه، خلاص هقبله، هعمل ايه؟ ده within my risk appetite. الريسك appetite لازم، اول حاجه الريسك appetite مختلف من شركه لشركه، بمعنى كماجنيتيود وكتايب. بمعنى ممكن اقول لك عليه مثلا، ممكن لو حصل ان مثلا المراعي لو مثلا الزبادي، لو في مثلا شحنه زبادي طلعت ممرره شويه، ممكن المراعي تقول لك بص يا معلم انا لا انا بالنسبه لي
انا ممكن اعمل كامبين مثلا معينه، انزل زبادي فور فري، او مش عارف اللتر، او مثلا مش عارف العلبه اللتر دي اللي هي الزبادي هخليها بنص السعر، او مش عارف ايه. ده ريسك ابيتايت يعني، ده هي ما عندهاش مشكله ان هي تتحمل الريسك بتاع حاجه زي كده بالعواقب بتاعته. لكن هل مثلا عم محمد مثلا اللبان هيبقى عنده نفس الابيتايت؟ لا، عم محمد قبل ما يحط اي بتاع في كيس اللبن ده تمام، بيبص على الكيس، هل في صرصار، هل في مش عارف ايه. ليه؟ ان هو عارف ان لو حد لو طلع في المنطقه ان اللبن بتاعه فيه صراصير ما حدش هيشتري منه، تمام، ان هو على قد حجمه. فالابيتايت بتاع ده غير ده اسمه ريسك ابيتايت، انت مستعد تقبل بريسك لحد قد ايه. كل واحد حسب الاندستري بتاعته، حسب حجمه، حسب المانج زي ما قلت لك، حسب المانجمنت فيلوسفي والاوبريتنج ستايل، حاسس حاجات كتيره. فريسك ابيتايت كل اداره او كل اورجانيزيشن ليها الريسك ابيتايت بتاعها. حتى لو سيم اندستري، ممكن تلاقي جهينه الريسك ابيتايت بتاعها مختلف عن المراعي، دي شركه بتوبريت في ماركت ودي شركه بتوبريت في ماركت تاني خالص، تمام. فكل واحد برضو حسب الماركت بتاعه. طيب، يبقى انت بتعمل مانج للريسك تو بي ويزن اتس ريسك ابيتايت، ودي هدف من هدف الاي ار ام. انا ببقى عايز امانج الريسك لحد ما وصلها ريسك ابيتايت. ريسك ابيتايت زي ما عرفنا هو الريسك اللي انت بتقبله. انا يا عمي قابل بالريسك ده ومش متضايق. يبقى انت لو عندك، انت لو ريسك ابيتايت بتاعك هنا، وعندك ريسك مثلا بتاع العربيات مثلا هنا، هتفضل تنزله تعمل له مانج، فهتنزله تنزله 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 لحد ما توصل ريسك ابيتايت، وبعد كده تقول ايه، انا مرضي كده، انا كده مبسوط. يبقى انت بتعمل مانج للريسك لحد ما توصل ريسك ابيتايت. طب الريسك ابيتايت ده مين اللي بيحدده؟ المانجمنت، الاكزيكتيف مانجمنت او السينيور مانجمنت، تمام. وفي الاخر تو بروفايد ريزونبل اشورنس ريجاردينج ذا اتشيفمنت اوف اتس اوبجكتيفز. يعني انت بمعنى صح، عملت اي ار ام، هل معناها ان كل احلامك هتتحقق؟ هل معناها ان انت كل اللي انت حسبته هيتعمل صح؟ لا، انت في الاخر بيبقى عندك ريزونبل اشورنس من عمليه الاي ار ام فريم ورك، ان عمليه الاي ار ام تتعامل مع ريسك، وريسك دي حاجه بوتنشال او حاجه في المستقبل ممكن تحصل وممكن ما تحصلش، ممكن الطياره تقع فعلا فوق المصنع بتاعي وممكن ما يحصلش حاجه، تمام، شغالين زي الفل. ف ريزونبل اشورنس. طيب، شويه كده بقى تعريفات ظريفه. ريسك، قلنا الريسك از ا بوسيبيليتي، احتماليه، ذات ان ايفنت ويل اوكير، هيحصل في الفيوتشر، مش حصل، حصل ده ما اسموش ريسك، حصل ده يبقى خلاص كل سنه طيب لص. اند ادفرسلي يعني ياثر بطريقه مش ظريفه يعني مش حلوه، تمام. اند ادفرسلي افكت ذا اتشيفمنت اوف اوبجكتيفز. بص يا سيدي، عندك نوعين من الريسك، هو انا عارف ان هو قال لك هنا ثلاثه بس هما نوعين، والتالت ده حاجه ثالثه خالص يعني، تمام. هو الراجل قال لك مش عارف يعني ما اعرفش ليه حطهم مع بعض، بس يعني خليني اقول لك ان الريسك نوعين. في حاجه اسمها inherent risk، والكلام ده مهم جدا 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 جدا، مهم عشان امتحان ومهم عشان شغلك. يعني انت لو internal auditor ومش عارف يعني ايه inherent risk residual risk، يعني اكنك بتكون مثلا محاسب ما يعرفش يعني ايه fixed assets مثلا، تمام، حاجه مسخره كده، تمام. يعني ايه inherent risk residual risk؟ inherent risk معناها الريسك المتوارث دون النظر لاي internal control موجود. الريزيدوال ريسك معناها هو ريسك بعد ما خدت في اعتباري الكاونتر ميجرز. الكاونتر ميجرز اللي هي الاحتياطات، زي بقى مثلا الميتيجيشن، زي الانترنال كنترولز، زي اي حاجه. بمعنى لو قلت لك مثلا ان انا عندي شركة، عندي محل، عندي محل بيبيع ذهب جواهرجي، والله الذهب الموجود في المحل ده اسمه انفنتوري. جاري عنده محل حلويات بيبيع حاجات حلوة، تمام، شيبسي بقى، عصير، مش عارف ايه، باكو بسكوت، الهرتلة دي، البسكوت والشوكولاته والعصير والشيبسي اللي عنده كلهم اسمهم انفنتوري.
يعني انا بتاع الذهب، البتاع اللي عندي الذهب اللي عندي اسمه انفنتوري، وهو راجل المحل اللي جنبي البسكوت والعصير اسمه انفنتوري برضو، تمام؟ ان دي حاجه انت بتجيبها وتبيعها، ده الانفنتوري بتاعك، ده المخزون بتاعك. بس في حاجه اسمها ريسك بطبيعه المخزون، أو مش تبعت المخزون، بطبيعه الحساب او بطبيعه الظروف. بمعنى لو انا حرامي دخل عندي، انا لو انا حرامي دخل عندي المحل بتاعي وخد حاجه صغيره قد كده، خاتم صغير قد كده، الخاتم ده ممكن مثلا يكون ب 10,000 ب 20,000 جنيه مثلا، تمام؟ يبقى بتاع زي بتاع قد كده صغيره، لو حد حطها في جيبه هيعورني، 20,000 جنيه راحوا كده في بتاع قد كده صغيره. في حين ان الراجل اللي جنبي لو حد دخل حرامي وخد مثلا باكو شوكولاته حطه في جيبه، او باكو شيبسي حطه في جيبه مثلا، تمام، وطلع الراجل اتعور في كام؟ في اخره في 2 جنيه ونص، يعني الراجل كل خسايره هتبقى حوالي 2 جنيه او 2 جنيه ونص، تمام؟ ده اخره يعني. طب ما انا عندي انفنتوري، هو عنده انفنتوري، بس طبيعة الانفنتوري بتاعي ان هو هاي فاليو، البتاع اللي قد كده ب 20,000 دولار ولا 20,000 جنيه، وهو طبيعة الانفنتوري بتاعه ان هو ايه؟ لو فاليو. فلو خد، لو خد مش لو خد باكو ده، لو خد علبة، العلبة بكام يعني؟ ب 20 جنيه يا عم، خدها يا عم، تمام؟ دي اسمها inherent risk. يبقى انا الانفنتوري بتاعي عنده ريسك عاليه بطبيعته. انا عارف ان انا اكيد عندي بقى سنسورز وعندي مش عارف حاجات كده معينه، ولو والحاجات حاططها ومش عارف يعني، حتى الباترينا او البتاع اللي بحط بتاع الازاز اللي بحط فيها الذهب بيبقى فيها سنسورز معينه، وما ينفعش، وفيها مفاتيح وفيها حاجات والكترونيك، ده عندي. والراجل عم سعيد البقال اللي جنبي ما عندوش سنسورز، الراجل اكيد مش هيحط سنسورز على باكو بسكوت بربع جنيه يعني، ده لو في لسه باكو بسكوت بربع جنيه، تمام؟ فيعني الراجل مش هيحط سنسورز. ده موضوع تاني، عارف ده اسمه ايه بقى؟ ده اسمه ريزيدوال ريسك. يبقى الانهيرنت ريسك هو الريسك بتاع مثلا نقول مثلا المخزون، ريسك المخزون بتاعي انا اعلى ولا عم سعيد اعلى؟ اكيد انا اعلى. ليه؟ طبيعته كده، هاي فاليو انفنتوري بتاع قد كده صغيره، خاتم صغير ب 20,000 جنيه. عم سعيد اللي جنبي الانهيرنت ريسك بتاع الانفنتوري بتاعه لو بطبيعته. بعيدا بقى ان عم سعيد حاطط كاميرا وحاطط مثلا الكاشير على اول بتاعه وبيبص على العيال واللي بيزوغه، ده موضوع تاني. ده بقى لو انا بقى، يبقى ده الانهيرنت ريسك. الريزيدوال ريسك، الريزيدوال ريسك انا قلت والله بقى انا عندي ريسك عالي قوي، فهحط بقى مش عارف كاميرات، وهحط بتاع بالليزر، وهحط سنسورز، وفي ساعات بيحطوا برضو كاونترز يعني يعد لك كام واحد دخل وكام واحد خرج، عشان لو حد دخل واستخبى، تمام، لو انت عندك محل كبير شويه، تمام، ممكن واحد يستخبى في حته، يخش بقى يستخبى جوه المحل لحد ما تمشي، ففي بتاع كده كاونتر بيعد اللي داخل واللي طالع عشان يتاكد ان كل اللي دخل طلع، تمام، والكاونتر المفروض في الاخر يتهالي مع بعض، يعني في من الاخر شويه كده حاجات معينه. طيب الريسك ساعتها وصلت لايه؟ دي الريزيدوال ريسك. يبقى الريزيدوال ريسك از ذا ريسك افتر ا ريسك ريسبونس، بعد ما عملت ريسبونس لايه؟ للريسك. والريسبونس بتاع الريسك ده له اشكال كتيره، وهنشوف دلوقتي يعني ايه، يعني هنشوف دلوقتي ريسك ريسبونس اهو، هنشوف دلوقتي بص ادي الاستراتيجيز للريسك ريسبونس، هنتكلم عنها كمان شويه. يبقى الانهيرنت ريسك مهمه جدا، الريسك طبيعته على ابوه، من غير اي انترنال كنترول، من غير اي ميتيجيشن، من غير اي كاونتر ميجرز. الريزيدوال ريسك هو الريسك بعد ما تاخد في اعتبارك الريسك ريسبونس. طيب ده نوعين. ريسك يونيفرس، يعني ايه كلمه ريسك يونيفرس؟ كلمه يونيفرس يعني، حتى كلمه يونيفرس في اليونيفرس هو العالم، او مش العالم، العالم يعني هو اليونيفرس يعني بتاع كله. يعني ايه كلمه يونيفرس؟ كلمه يونيفرس لما يقول لك ريسك يونيفرس، يعني قصدي يقول لك كل الريسكات اللي موجوده في الانتيتي.
او لما يقول لك مثلا اوديت يونيفرس يقول لك كل الاوديتس اللي موجوده في الانتيتي. كلمه يونيفرس يعني كل حاجه، يعني كلمه يونيفرس يعني كل حاجه. يعني ايه كل حاجه؟ يعني اي ريسكات موجوده عندك في الانتيتي تتحط في ريسك يونيفرس، سواء ريسك بقى هاي ريسك لو ريسك ميديوم ريسك، اي ريسك عندك بدل موجوده تحطها كده في اكسلايه كده او تحطها في اي حاجه كده، تمام؟ دي اسمها ريسك يونيفرس. يبقى ريسك يونيفرس refers to all risks that could possibly affect an entity. يبقى كلمه ريسك يونيفرس هي لسته الريسكات، لسته بتاعت الريسكات، كل الريسكات اللي ممكن تاثر على الانتيتي بتاعتك، بدءا من اول سرقه القهوه والشاي في المطبخ بتاع الشركه الى انتهاء بسرقه مليون دولار او 5 او 20 مليون دولار من خزنه الشركه، تمام؟ دي ريسك ودي ريسك، كلهم يتحطوا فين؟ في ريسك يونيفرس. In a financial statement audit, audit risk is the risk that the auditor expresses an opinion on material misstated financial statements. ودي حاجة برضو متخلفة، أنا مش عارف ليه الكتاب، يعني أنا مش عارف ليه الكتاب حاطط البق ده تحت ريسك يونيفرس. يعني ده audit risk مالوش أي علاقة بالريسك يونيفرس ومالوش أي علاقة، يعني معرفش هو الكتاب يعني إيه، الراجل كان مهيش شوية ساعتها، ده من رأي شخص يعني، ممكن لو حد شايف إن هي طبيعية تحتيها مفيش مشكلة. بس في فاينانشال ستيتمنت اوديت انا بقى كمراجع في فاينانشال ستيتمنت اوديت كمراجع خارجي كمان، يعني انا لو انا مراجع خارجي اكسترنال اوديت مش انترنال اوديت، انا هنا انا في الشهاده دي انترنال اوديت. في الاكسترنال اوديت بتوع السي بي اي عندهم حاجه اسمها اوديت ريسك. الاوديت ريسك ان الراجل يكسبرس ان ان ابروبريت اوبينيون اون ماتيريال ميستيد فاينانشال ستيتمنتس، يعني الراجل اكسترنال اوديتور هدفه في الحياه ان هو بيدي اوبينيون على القوائم الماليه على فاينانشال ستيتمنتس. فالاوديت ريسك ان هو يقول ان القوائم الماليه دي حلوه وهي وحشه، من الاخر هي دي الاوديت ريسك، تمام؟ طب ايه علاقتها بالموضوع دلوقتي؟ هو الراجل كده زنقها في النص، تمام؟ فتبقى عارفها. الريسك ابيتايت، ريسك ابيتايت طرحناه من شويه، is the amount of risk an entity is willing to accept in pursuit of value. يعني ايه؟ هي الريسك اللي الانتيتي هتقبل بيه، willing to accept عشان تكمل والدنيا تمشي. ما هو لو الشركة هتقف على كل الريسك على اي ريسك هتفضل، ما فيش شركة هتكمل. ان اي شركة بيوصل مرحلة ان في ريسكات مش هينفع تشيلها فلازم تقبل بيها. ايه بقى الليفل بتاع الريسك ده؟ هو ده الريسك ابيتايت. It reflects the entity's risk management philosophy. يعني فاك انت ما قلت لك ايه؟ حاول تربط بقى الدنيا ببعض. يعني انا قلت لك من شويه كلمه مانجمنت فلسفي اوبريتنج ستايل اللي هي كانت فين لو تفتكر، دي تبع الاي سي هامبو. فاكر الاي سي هامبو اللي هي كانت السب كومبوننت بتاعت الكنترول انفايرمنت اللي هي كانت الكومبوننت بتاع الكوزو في الانترنال كنترول. فحاول ايه تربط الدنيا ببعض. انت كان عندك انترنال كنترول كومبوننتس، اول واحده فيها اسمها ايه؟ كنترول انفايرمنت، فيها سبعه سب كومبوننتس. كانت في واحده فيهم اللي هي الاي سي هامبو، الام كانت اللي هي ايه؟ مانجمنت فيلوسفي اند اوبريتنج ستايل. عشان كده قلت لك المانجمنت فيلوسفي اوبريتنج ستايل دي مهمه، هتاثر حاجات كتيره جدا، وده يعتبر من عناصر من السب كومبوننتس بتاعت الكنترول انفايرمنت، بيئه الرقابه اللي هي تعتبر كومبوننت عنصر من عناصر الرقابه الداخليه الانترنال كنترول الرقابه الداخليه حسب ما الكوزو عرفتها. يبقى it reflects the entity's risk management philosophy and influences the entity's culture and operating style. Risk appetite is considered in evaluating strategies, setting objectives and developing risk management methods. مهمة جدا risk management، بستخدمها لما احط الاستراتيجي. ليه؟ زي مثلا يعني شركة الريسك appetite بتاعها 10 مليون دولار، يعني عندها لحد 10 مليون دولار تقول لك ما عنديش مشكلة دوس يا معلم. وشركة تانية عندها مثلا ريسك ابيتايت مليون دولار بس، هتفرق. ليه؟ هقول لك مثلا انت مثلا ناوي مثلا تستثمر او تفتح برانش او تفتح بيزنس في دوله معينه، والدوله دي فيها بقى تقلبات سياسيه، تقلبات حروب، اي حاجه، يا ربنا يعفن ربنا يعفن الجميع، تمام؟ فقال لك والله الشركه دي، في شركتين، في شركه
ممكن تقول لك انا هخش استثمر وممكن اخسر لحد 10 مليون دولار مش فارقه معايا، غير لما شركه تانيه تقول لك انا هخسر مليون دولار بس. طيب ده هيفرق في الاستراتيجي، الاستراتيجيه بتاعت الشركه. طب نكسباند نوسع ولا لا نخلينا زي ما احنا، طب نفتح برانشات في حته ريسكي ولا خلينا في اللي عارفينه، وهكذا. الاوبجكتيفز طبعا، ما انت الاوبجكت، ما انت الاستراتيجي ده استراتيجيه بتحط لها اوبجكتيفز، وفي الاخر ديفلوبينج ريسك مانجمنت ميثود والطرق اللي انت هتحط بيها الريسك مانجمنت بتاعك. فاكر قلت لك من شويه الاوبورتيونيتي، ان اوبورتيونيتي از ذا بوسيبيليتي ذات ايفنت ويل بوزيتيفلي افكت ذا اتشيفمنت اوف ذا اوبجكتيفز، عكس الريسك. يبقى الريسك هو possibility وهنا possibility، بص هنا possibility وهنا possibility، ده event will occur، ده event will occur، بس ده adversely وده positively. يعني ايه adversely؟ هيأثر عليك بطريقة سيئة، positively هيأثر عليك بطريقة حلوة. يبقى risk عكس opportunity، الاتنين events، الاتنين future events، والاتنين probable احتمالية او possible، او فيهم possibility فيهم احتمالية، بس واحد هيلبسك اسود ده اسمه ريسك، وواحد هيخليك مبسوط وده اسمه الاوبورتيونيتي. بص يا سيدي، الاي ار ام كومبوننت كده احنا عرفنا الديفينيشن بتاع الاي ار ام، وزي ما قلنا ان الفريم ورك زي اي فريم ورك طبيعي بيديك الديفينيشن بتاع البتاعه اللي احنا اللي هو بيعملها، وبيديك الكومبوننتس بتاعه البتاعه. يعني الانترنال كنترول اعتقد الديفينيشن بتاع الانترنال كنترول والكومبوننتس بتاع الانترنال كنترول، نفس الفكره هنا برضو للاي ار ام، اعتقد الديفينيشن بتاع الاي ار ام وهيديك الكومبوننتس بتاع الاي ار ام. هو هنا قاعد يتكلم كتير كتير كتير، بس انا هقول لك من الاخر في كده زي رسمه ظريفه بتوضح لك ان هي بص يعني لسه كم صفحه، هي دي ادي الكومبوننت بتاعت ادي الكومبوننتس بتاعت الاي ار ام، ادي الكوزو اي ار ام وادي الكومبوننتس بتاعها. مبدئيا فاكر انت البوكس ده؟ البوكس ده كان فيه واحد زيه في الانترنال كنترول. يعني لو رجعنا الانترنال كنترول، الانترنال كنترول اهو ده البوكس بتاع الانترنال كنترول، تمام؟ ده البوكس بتاع ايه؟ او ده البتاعه بتاع الانترنال كنترول ده الكوزو. هو خد البتاعه دي، الاوبجكتيفز كان عندك اوبريشنال اوبريشنز وريبورتنج وكومبلاينس، ده الاوبجكتيفز في خمسه كومبوننتس: الكنترول انفايرمنت، ريسك اسسمنت، كنترول اكتيفيتيز، انفورميشن كوميونيكيشن، ومونيتورنج على مستوى الانتيتي ليفل والديفيجن والاوبريتنج يونت والفانكشن. الكلام ده شرحناه المره اللي فاتت. بص بقى يا معلم، هو عمل ايه؟ هو خد البتاعه الظريفه دي وحط فيها التاتش بتاعه. عمل ايه بقى؟ انت كان عندك خمسه كومبوننتس في الانترنال كنترول، زودهم هنا بقى واحد 2 3 4 5 6 7 8، بقى عندك 8 كومبوننت. يعني من الاخر الخمسه كومبوننتس اللي كانوا في الانترنال كنترول بقوا 8 في الاي ار ام. طيب هل زود 3 ولا غيرهم؟ لا، هو زود 3. يعني الكومبوننتس بتاعت الانترنال كنترول كانوا ايه؟ كانوا خمسه: كنترول انفايرمنت، ريسك اسسمنت، كنترول اكتيفيتيز، انفورميشن كوميونيكيشن، والمونيتورنج. صح، خد هم خمسه وحط عليهم حاجات زياده. يعني اول حاجه كانت هناك كنترول انفايرمنت، هي موجوده هنا اهي موجوده، بس سماها انترنال انفايرمنت. يعني هي كنترول انفايرمنت هناك، سماها هنا انترنال انفايرمنت، بس موجوده. تاني حاجه هناك كان اسمها ايه؟ الريسك اسسمنت. ادي الريسك اسسمنت اهي، شايف معايا اهي، يبقى سابها زي ما هي. تالت حاجه هناك كانت ايه؟ الكنترول اكتيفيتيز، اهي الكنترول اكتيفيتيز موجوده. رابع حاجه الانفورميشن كوميونيكيشن، اهي موجوده. خامس حاجه مونيتورنج، اهي موجوده. يبقى الخمسه اللي كانوا موجودين في انترنال كنترول فريم ورك سابهم زي ما هم، زود عليهم ثلاثه. زود عليهم ايه؟ اول حاجه الاوبجكتيف سيتنج، يعني زود عليهم الاوبجكتيف سيتنج، والايفنت ايدنتيفيكيشن، والريسك ريسبونس. Objective setting ان انت تحط الاوبجكتيف بتاعك، ما انت هنا انت اي ار ام، انت انتربرايز ريسك مانجمنت، عندك اوبجكتيف لازم تحط الاوبجكتيف بتاعك، تمام؟ ايفنت ايدنتيفيكيشن، ايفنت ايدنتيفيكيشن انك تعرف تعرف الايفنت اللي هيحصل، وهقول لك دلوقتي ازاي. الريسك، بص هقول لك على حاجه، شايف انت ايفنت ايدنتيفيكيشن
ريسك اسسمنت ريسك ريسبونس، يعني بمعنى صح زي ما قلت لك ايفنت ايدنتيفيكيشن، انك تعرف ايه اللي اللي ممكن يحصل غلط. اللي ممكن يحصل غلط ان الطياره وهي من فوق المصنع تقع عليا، ده الايفنت ايدنتيفيكيشن. طب الريسك اسسمنت تقييم المخاطر، ده لما الطياره تقع عليا دي مصيبه، ده المصنع هينفجر، المصنع كده ايه هيولع، ده الريسك اسسمنت، هتعمل تقييم للمخاطر. طب ريسك ريسبونس هعمل انا ايه بقى؟ ممكن أأمن على المصنع، ممكن أقفل المصنع ده خالص وأروح أفتحه في حتة تانية ما يكونش فيها طيران، ما أعرفش إيه المنطقة اللي ما فيهاش طيران بس نفترض يعني، مش عارف إيه تاني يعني، أحط مثلا شبكة فوق ما أعرفش يعني أي حاجة يعني، يعني إيه الريسبونس بتاعك؟ إيه الريسبونس بتاعك؟ تمام؟ يبقى إيه؟ خدت بالك، يبقى أنت عندك الأوبجيكتيف سيتنج ده تحط الأوبجيكتيف بتاعك، الايفنت ايدنتيفيكيشن انك تعرف ايه هو الايفنت، الريسك اسسمنت اوريدي خدناه في الكنترول في الكنترول في الانترنال كنترول وهو زي ما هو، وبعد كده ريسك ريسبونس انت ازاي بقى هتتعامل مع الريسك اللي انت عرفته. طيب اي حاجه الاوبجكتيفز، كان هو الراجل قال لك ان في اوبريشنز وريبورتنج وكومبلاينس، زود عليهم الاستراتيجيك، زود عليهم ايه الاستراتيجيك. يبقى الاوبجكتيفز كانوا ثلاثه في الانترنال كنترول فريم ورك، تمام، زود عليهم واحده هنا، وفي على مستوى الانتيتي هي برضو انت بتعملها على مستوى الانتيتي ليفل وعلى مستوى الديفيجن ومستوى البزنس يونت ومستوى ايه السبسيدري. يبقى انت من الاخر هو الانترنال كنترول فريم ورك، زود ثلاث حاجات على الكومبوننتس عشان تبقى الكومبوننتس بتاعت الاي ار ام فريم ورك 8 مش 5 زي الانترنال كنترول، والاوبجكتيفز 4 مش 3، وزود ايه الاستراتيجيك. ده من الاخر كده، دي الزيتونه بتاعه الاي ار ام فريم ورك. طيب تعال نشوف قال ايه بقى الكلام اللي هو اللي كان بيتكلم عن الاي ار ام كومبوننتس. الاي ار ام كومبوننتس قال لك هنا الانترنال انفايرمنت، بدا بالانترنال انفايرمنت اللي هي اول حاجه، ريفلكتس ذا انتيتيز ريسك مانجمنت فيلوسوفي ريسك ابيتايت انتجريتي ايثيكال فاليو اوفرول انفايرمنت ات سيتس ذا تون اوف ذا انتيتي. يعني الانترنال انفايرمنت زي الكنترول انفايرمنت في الانترنال كنترول، نفس الفكره، هي سيت ذا تون، هي اول هي اهم حاجه، اول حاجه فيها زي السب كومبوننتس اللي موجوده في الكنترول في الكنترول انفايرمنت، نفس الفكره هنا، بس هو زي ما تقول كده ايه يعني عطلها الفليفر بتاع الريسك مانجمنت. يعني قال لك هنا فيها ريسك مانجمنت فلسفي، وفيها ريسك ابيتايت، وفيها الانتجريتي والايثيكال فاليوز اللي احنا اتكلمنا عليها، وفيها بقيه الاي سي هامبو اللي احنا اتكلمنا عليها المره اللي فاتت. Objective setting اللي هو الجزء الكومبوننت الثاني من الكومبوننت بتاع ERM. Objective setting precedes event identification، زي ما قلت لك انت بتشوف الاوبجكتيف بتاعك الاول وبعد كده على اساسه بتعمل event identification. ERM ensures that a process is established where objectives align with the mission and the risk appetite. يعني كجزء من عمليات ال ERM انت بتشوف هل في process established اصلا، تمام، وبعد كده الobjectives هنا بنتكلم على الobjective settings، تحديد الاهداف بتاعتك، هل الobjectives بتاعتك align يعني متوافقه مع المشن والريسك ابيتايت بتاعت الشركه ولا. بعد كده الكومبوننت اللي بعديها event identification. Event identification relates to the internal and external events affecting the organizations، ودي مهمه جدا جدا جدا. انت بتعمل event identification، انت بتاخد في اعتبارك الانترنال ايفنتس والاكسترنال ايفنتس. انترنال ايفنتس حاجات ممكن تحصل جوه الاورجنايزيشن بتاعتك كحاجات داخليه، الاكسترنال اللي حاجات بتحصل من بره اللي احنا بنسميها الاكسترناليتيز، تمام. الديفرنشيت بتوين اوبورتيونيتيز اند ريسكس، وبرده انت لما بتعمل event identification الايفنت بتشوف لو الايفنت المتوقع ده له مردود كويس هيبقى اسمه اوبورتيونيتي اصلا، لكن لو له مردود زي الزفت هيبقى ايه؟ هيبقى اسمه ريسك. Impact factors are potential results of an event. يعني التأثير الإمباكت بيأثر أو بيبقى له عامل في تحديد الإيفنت. بعديها Risk Assessment. Risk Assessment اللي أنت بتعمل considering likelihood الاحتمالية والإمباكت التأثير as a basis of risk management. The assessment considers the inherent risk and the residual risk. ودي حاجة مهمة، ودي حاجة
انت لازم تبقى عارفها لما بتيجي تعمل ريسك اسسمنت. حتى لما بتيجي انا هنا بتكلم على الاي ار ام اللي المانجمنت بتعمله لنفسها. انت نفسك بقى كانترنال اوديتور، انت لما بتعمل ريسك اسسمنت هناخد قدام ان شاء الله انك بتعمل ريسك اسسمنت لاهداف انك تطلع بالاوديت بلان، تمام؟ هناخدها قدام، لسه ما خدناش دلوقتي. انت نفسك كشغلك او اداره لشغلها، اي ريسك اسسمنت، اي ريسك اسسمنت بيتعمل انت لازم تفرق هل انت هتعمله بيزد على انهيرنت ريسك ولا بيزد على الريزيدوال ريسك. يعني بمعنى صح، في ناس بتعمل الريسك اسسمنت انهيرنت ريسك بس، وفي ناس بتعمله ريزيدوال ريسك، يعني بتشوف الريسك الاصليه الانهيرنت وتاخد في اعتبارها ايه الاكشن بلانز او ايه الميتيجيتنج اكشنز اللي موجوده او كاونتر ميجرز الموجوده عشان تجيب الريزيدوال ريسك. سواء ده او سواء ده لازم تعرف الفرق بين الاثنين. بعد كده الريسك ريسبونس، الريسك ريسبونس هناخدها هنا بالتفصيل، تمام؟ وبعد كده الكنترول اكتيفيتيز هي هي بتاعت الكوزو، بتاعت الانترنال كنترول، انفورميشن كوميونيكيشن نفس الفكره شرحناها المره اللي فاتت، ومونيتورنج شرحناها المره اللي فاتت. طيب الخمسه استراتيجيز للريسك ريسبونس، انت ممكن تعمل ريسك ريسبونس ازاي؟ بص يا سيدي، عندك يا اما ريسك افويدنس، يا اما ريسك اكسبتنس، يا اما ريسك ريدكشن او ريسك ميتيجيشن، يا اما ريسك شيرنج، يا اما ريسك اكسبلويتيشن. ايه الخمسه دول؟ ده الريسبونس للريسك اللي انت عملت لها ايدنتيفيكيشن والريسك اللي انت عملت لها اسسمنت. انت عملت ايفنت ايدنتيفيكيشن او ريسك ايدنتيفيكيشن وعملت اسسمنت، في عندك خمسه استراتيجيز او خمس طرق او خمس استراتيجيات انك تقابل الريسك دي او انك تاخد كاونتر ميجر للريسك دي. اول حاجه ريسك افويدنس. ريسك افويدنس من اسمها ان انت تتجنب الريسك، بمعنى عندك مثلا فرع في منطقه فيها حرب، تمام؟ عندك فمثلا فرع شغال في بلد فيها حرب، فكلمه ريسك افويدنس انت تافويد ريسك اصلا. يعني ايه افويد ريسك؟ هنقفل الفرع ده. انك تقفل الفرع اللي في البلد اللي فيها حرب او انك تتجنب الموضوع بالكامل اسمه افويدنس، ريسك افويدنس. يبقى ريسك افويدنس ends the activity from which the risk arises، بينهي الاكتيفيتي اللي جاي منها الريسك. يعني انت عندك الريسك نتيجه ان انت عندك فرع في بلد فيها حرب، فانت هتقول شكرا انا مش عايز الفرع ده هقفله، يبقى انت كده انهيت الاكتيفيتي اللي فيها ايه؟ اللي فيها الريسك. ريسك اكسبتنس ان انت تقبل بالريسك. ريسك اكسبتنس ان انت تقبل بالريسك، تمام؟ وما تاخدش اي اكشن. والكلام ده ينفع لو الريسك within your risk appetite. يعني ريسك اكسبتنس تقبل بيه، ريسك اكسبتنس معناه انك هتقبل بالريسك، هتكمل بالريسك دي. هل ده مناسب؟ هل ده ينفع؟ ينفع لو هو within your risk appetite اللي انا شرحتها من شويه. يبقى risk acceptance acknowledges the risks of an activity and no action is taken، مش هتاخد اي action to affect the risk likelihood or impact. This term بيبقى هو بيسموه self insurance. اكن يعني انت لو كلمه self insurance اكنك انت يعني عملت insurance على نفسك. انت يا سيدي هتقبل بالريسك دي وهتقبل بالعواقب بتاعتها، دي اسمها ريسك اكسبتنس وبيسموها ايه؟ سيلف انشورنس. اللي بعديها ريسك ريدكشن. ريسك ريدكشن معناها او ريسك ميتيجيشن معناها ان انت هتحاول تقلل الريسك لحد ما توصل لاكسبتبل ليفل. بمعنى انت خايف مثلا ان السيستم بتاعك يحصل له هاك، تمام؟ او ان السيستم بتاعك يحصل له لوس اوف داتا. فمثلا لو انت خايف من الريسك بتاعت الهاكينج هتعمل ايه؟ هتعمل فاير وول، وهتعمل مش عارف سكيورتي، ومش عارف هتعمل حاجات كده معينه، تمام؟ لو انت خايف من الداتا داتا لوس هتعمل ايه؟ هتعمل باك اب، وهتعمل مش عارف داتا سنترز وحاجات كده معينه. يبقى انت هتعمل اكشن معين عشان تقلل الريسك، فانت هتعمل ريسك ريدكشن او ريسك ميديكيشن. يبقى risk reduction أو risk mitigation lowers the risk, the level of risk associated with an activity لحد ما توصل لإيه؟ لليفل معين acceptable level اللي هو risk appetite. risk sharing.
ريسك شيرنج معناها ان انت هتعمل شير للريسك، هتعمل شير للريسك. تمام. هي بصراحة هو هنا قال لك ريسك شيرنج او ريسك ترانسفير. بص يا سيدي، هو في نوعين هنا، يعني هو الراجل هنا كاتبها لك بطريقة ممكن تبقى مش واضحة شوية. انت عندك في حاجة اسمها ريسك شيرنج وحاجة اسمها ريسك ترانسفير. ريسك شيرنج معناها ان انت هتخمس من الاخر في الريسك دي مع حد تاني. تمام. يعني انت مثلا خايف تخش في حاجة معينة وريسكي، فهتقول والله انا بدل ما اخش فيها لوحدي انا هجيب معايا شريك، او هخلي مثلا شركة تأمين تخش معايا، بس مش هبقى بتغطي كلي، هبقى مثلا مغطي 50%. دي اسمها ريسك شيرنج، يعني انا بشير تمام الريسك مع حد تاني، دي اسمها ريسك شيرنج. ريسك ترانسفير ودي حاجة تانية، يعني هنا قال لك هو اسمها ريسك شيرنج دي حاجة، وريسك ترانسفير حاجة تانية. ريسك ترانسفير معناه ان انت بتعمل ترانسفير للريسك، بمعنى انت عندك عربية، العربية دي في ريسك ان هي تعمل حادثة، فانت بتقول والله انا مش هخش في الحاسل بتاع الموضوع ده، انا هعمل ترانسفير للريسك. يعني ايه؟ يعني لو العربية حصل لها اي حاجة مين اللي هيغطيني؟ شركة التأمين. هل ده ريسك شيرنج؟ ما يعتبرش ريسك شيرنج ان انا مش هخسر حاجة، العربية لو كلها اتحرقت شركة التأمين ملتزم ان هي تجيب لي عربية زيها. تمام. دي اسمها ريسك ترانسفير، ريسك ترانسفير. لكن ريسك شيرنج معناه ان انا بشير الريسك مع حد تاني. تمام. فدي حاجه ممكن تبقى مش واضحه شويه بس عشان تبقى عارفها. ريسك اكسبلويتيشن معناها ان انت بتدور على الريسك، ودي تبقى للاجريسيف مانجمنت. يعني يقول لك والله في كونسبت معروف في الفاينانس او في اي حته، يقول لك هاي ريسك هاي ريتيرن. يعني انت لو عندك فرص في حاجات ريسكي فطبيعي ان الريتيرن بتاعها عالي. فالريسك اكسبلويتيشن معناه انك بتدور على الريسك، فسيكس ريسك to pursue a high return on investment. يعني انت عشان تدور او عشان تاخد ريسك، سوري، عشان تاخد هاي ريتيرن. يبقى ريسك اكسبلويتيشن معناه انك بتدور على الريسك او بتنقب على الريسك. تمام. لو عايز اللفظ المصطلح الترجمه حرفيه، تمام، عشان يجي لك هاي ريتيرن على الانفستمنت بتاعك. الريسبونسابيلتيز، مسؤولية مين الكلام ده كله؟ كل الكلام ده مسؤولية مين؟ هل أنا كمراجع داخلي ليا في الكلام ده كله؟ لا، هو كان مين المسؤول عن الانترنال كنترول؟ الإدارة. نفس الفكرة الـ ERM برضو الإدارة. يبقى السينير مانجمنت، الإدارة العليا، the CEO sets the tone at the top of the entity and has the ultimate responsibility for their ERM. يعني CEO والطقم بتاعه، الـ executive team أو الـ senior management team، هم اللي عندهم الـ ultimate responsibility لمين، أو عندهم الـ responsibility لمين؟ الـ ERM، مش المراجع. أنا براجع عليهم، أنا بشوف هم عملوا الكلام ده ولا لأ. Senior management should ensure that sound risk management processes are in place and functioning. الـ senior management بتشوف ان هل الريسك مانجمنت بروسيس شغاله وكل حاجه تمام ولا لا. سينيور مانجمنت اولسو ديتيرمينز ذا انتيتيز ريسك مانجمنت فيلوسفي. السينيور مانجمنت هي بتحدد الفيلوسفي. ما هي السينيور مانجمنت هي اللي بتقول لك يا اما احنا اجريسيف يا اما احنا كونسرفاتيف، فدي حاجه تبع السينيور مانجمنت. نفس الكلام. طب البورد اوف دايركتورز، البورد اوف دايركتورز هو اللي بيعين الريسك، هو اللي بيعين السينيور مانجمنت، هو اللي بيحط التوجه العام للشركه، هو اللي بيحط الاوبجكتيفز، هو اللي بيحط الاستراتيجي. تمام. يبقى ذا بورد هاز ان اوفرسايت رول، هو عنده الاشراف او الرقابه. It should determine that risk management processes are in place adequate and effective. والبورد دايركتورز من اهدافه او من واجباته ان هو يتاكد ان الريسك مانجمنت، عمليات اداره المخاطر موجوده وشغاله وكافيه. Directors attitude are key component of the internal environment. خلي بالك من حاجه، فاكر الانترنال انفايرمنت، الانترنال انفايرمنت في الاي ار ام اللي هي اسمها ايه في الانترنال كنترول؟ الكنترول انفايرمنت. كان فيها كده سب كومبوننت اسمه ايه؟ بورد اوف دايركتورز اند اور اوديت كوميتي بارتيسيبيشن.
فزي ما هي موجوده في الكنترول انفايرمنت او الانترنال انفايرمنت في ار ام موجوده هنا تمام في الاي ار ام. They must possess certain qualities for them to be effective. لازم البورد دايركتورز يبقى عنده كواليفيكيشنز معينه، ولازم يبقى في واحد فيهم على الاقل بيبقى فاهم فاينانس، والدنيا كلها تبقى ايه؟ تبقى مظبوطه. قال لك a majority of the board should be outside directors. يعني قال لك زي ما قلنا قبل كده برضو البورد دايركتورز اعضائه ممكن يكونوا executive members، يعني ممكن يبقى مثلا سي اف او وعضو في مجلس اداره ينفع، وممكن يبقى independent member او non-executive member اللي هو واحد من بره الشركه مش عضو تنفيذي في الشركه تمام. فبيقول لك طبعا يبقى الافضل يكون في توليفه بالاثنين، ويبقى برضه يكون في majority من بره الشركه عشان يبقى في شويه ايه governance. Directors generally should have years of experience either in industry or in corporate governance. لازم البورد اوف دايركتورز يبقى عندهم experience في الاندستري وفي corporate governance في الحوكمه. Directors must be willing to challenge management choices. Complacent directors increases the challenge, the chances of adverse consequences. يعني ايه الكلام ده؟ يعني بيقول لك لازم الدايركتورز يبقوا فاهمين في البيزنس ويقدروا يعملوا تشالنج للمانجمنت تشويس. يعني لو السي او او السي اف او جه ببروبوزال معين وقال لك احنا عايزين نعمل كذا 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 كذا، لازم البورد دايركتورز يبقى فاهم ويعمل تشالنج للمانجمنت، يقول لهم طب دي هتعملوا بيها ايه؟ طب دي ايه المردود بتاعها؟ طب دي ايه الريتيرن بتاعها ايه؟ طب ايه الريسك بتاع الحاجه دي؟ وهكذا. ده بالنسبه للبورد دايركتورز. فاكر مش احنا عندنا حاجه اسمها اوديت كوميتي، لجنه تابعه للبورد اوف دايركتورز، واللجنه دي هي اللي بتشرف على عمل الانترنال اوديت، وحتى ال اسمه ايه ده التشيف اوديت اكزيكتيف اللي هو الراس الكبيره بتاع الانترنال اوديت بيريبورت للاوديت كوميتي. في برضو لجنه تانية اسمها الريسك كوميتي. ريسك كوميتي، ريسك كوميتي برضو بتبقى لجنه تابعه للبورد اوف دايركتورز، واللجنه دي دورها ان هي تشوف كل الحاجات اللي ليها علاقه بالريسك، ريسك مانجمنت، الاي ار ام فريم ورك، وكل الحاجات الظريفه دي. يبقى دي الريسك، دي ريسك كوميتي. زي ما الانترنال اوديت له راس كبيره اسمها التشيف اوديت اكزيكتيف، فالريسك كوميتي برضو لما بتعمل لما يكون عندها اداره، وفي اداره في القسم او في اداره في الشركه بتمانج الريسك، فالراس الكبيره بتاعها اسمها ايه؟ تشيف ريسك اوفيسر. يبقى التشيف ريسك اوفيسر هو اكبر راس في قسم الريسك اللي موجود في الشركه. طبعا انت ممكن ما تشوفش الموضوع ده في الشركات بطريقه كبيره. لو انت في بنك، لو انت في بنك هتلاقي الموضوع ده. يعني اي بنك او شركات التامين فاينانشال سيرفيسز بيبقى عندهم قسم للريسك منفصل عن الاوديت تمام، وده المفروض ده الطبيعي، ان الريسك ديبارتمنت مختلفه عن الاوديت ديبارتمنت. الريسك ديبارتمنت ده جزء من الشركه، جزء من الاوبريشنز، مش اندبندنت، ده جزء من الاوبريشنز بتاعتك، لكن الاوديت ده حاجه اندبندنت. فالريسك قسم المخاطر ده حاجه ضمن الشركه مش اندبندنت، زي ما قلت لك ده جزء هو اللي بيعمل، هو اللي بيمانج جزء موضوع الاي ار ام الانتربرايز ريسك مانجمنت. الراس الكبيره بتاعتهم بقى اسمها ايه؟ اسمها التشيف ريسك اوفيسر تمام. قال لك larger entities may wish to establish a risk committee composed of directors that also include managers, the individuals most familiar with the entity process. A chief risk officer may be appointed to coordinate the entity's risk management activities. The CRO is a member and reports to the risk committee. يعني بمعنى صح CRO هو بيرأس قسم الريسك او قسم المخاطر في الشركه، وهو بيريبورت للجنه المخاطر، اللجنه التابعه للبورد اوف دايركتورز. طيب انترنال اوديت، انا بقى كانترنال اوديت بقى ايه دوري في الموضوع ده؟ يعني طب ما هو اي ار ام دي حاجه الاداره بتعملها، وبتعملها لاهدافها الداخليه ان هي بتعمل انتربرايز ريسك مانجمنت، فبتشوف المخاطر، بتعمل لها ايدنتيفيكيشن، وبتعمل لها اسسمنت، وبتعمل مانج للريسك عن طريق انها بتعمل ريسبونس للريسك ده عن طريق ريسك افويدنس، ريسك شيرنج، ريسك ترانسفير، ريسك اكسبتنس. انا بقى دوري ايه في ام الليله دي كلها؟ انا بشوف هل الشركه عملت الموضوع ده ولا لا؟
زي انترنال كنترول، هل انا مسؤول عن انترنال كنترول؟ لا، الانترنال كنترول دي مسؤوليه الاداره. انا بشوف هل الانترنال كنترول ماشي بطريقه ظريفه وكافي وافكتيف وكل من يعني، هل هو في ديزاين افكتيفنس واوبريتنج افكتيفنس ولا بالنسبه للانترنال كنترول؟ نفس الفكره للاي ار ام. انا برضو مش بعمل، انا مش بعمل اي ار ام، انا كمراجع داخلي مش انا اللي بعمل اي ار ام، الاداره بتعمل اي ار ام. انا بشوف هل الاداره عملت اي ار ام كافي ولا لا. تمام، يبقى according to the IIA internal auditors must may be directed by the board to evaluate the effectiveness and contribute to the improvement of risk management processes. The internal auditors determination of whether risk management processes are effective is a judgment resulting from assessment that. يعني انا بقى لما هشوف بقى الاي ار ام هقول ان هو effective وحلو وظريف وكيوت على اساس ايه؟ على اساس هل الـ entity objectives support and align with its mission؟ يعني هل الـ objectives بتاعت الـ ما جزء من الـ ERM framework هو ايه؟ الـ entity الـ objective setting، صح؟ فأنا هشوف هل الـ entity objectives align مع المشن ولا لأ؟ يعني احنا مثلا بنقول ان احنا المشن بتاعتنا والـ key objective بتاعنا ان احنا عايزين نبقى اقوى شركة بتنجان في الشرق الاوسط، تمام؟ فتلاقي ان احنا بنعمل اوبريشنز في اوروبا. يا عم احنا ايه علاقه اوروبا بالموضوع؟ احنا الميشن بتاعتنا او بتاعت ان احنا عايزين نبقى اقوى شركه بتاعه بتنجان في الشرق الاوسط، ليه احنا بقى ماشيين في سكه اوروبا وبنتاجر في اوروبا ومش عارف ايه؟ يبقى لازم الانتيتي اوبجكتيفز سبورت والاين متوافقه مع الميشن. significant risks are identified and assessed. السيجنيفيكنت ريسكس، على فكره مش كل الريسكس، ما زي ما قلت لك ان انت حته ان ممكن الشاي والقهوه بتوع المطبخ بتاع الشركه ان هم يتسرقوا، ده ريسك، هو ريسك عبيط وانت اصلا مش هتاخده في اعتبارك، بس هو ريسك. فهل انت مطالب ان انت تاخد في اعتبارك كاداره وكانتن اوتو لما تيجي تقيم الموضوع كل الريسكات؟ لا طبعا، في ريسكات مش هتاخدها في اعتبارك، يعني ما القهوه والشاي لما هيتسرقوا ما قشطه، يعني خلاص هنعمل ايه بقى؟ اكيد مش هعمل مثلا سيف جاردنج اوف اسيتس وهجيب حد ياخد لي مش عارف ياخد باله من القهوه والشاي، تمام؟ يبقى significant risks are identified and assessed. appropriate risk. طب بعد، خلي بالك، بعد ما الاداره عملت identification واسسمنت للريسك بتعمل ايه؟ ريسبوند. يبقى انا بقى كمراجع بشوف ايه، هل في appropriate risk response are selected that align risks and the entity's risk appetite. انا برضو من دول ان انا بشوف ان بعد ما الاداره، مش انا، خلي بالك مش انا، الاداره، بعد ما الاداره عملت identification للريسك اللي هو مثلا خطر ان مثلا ان عربيات الشركه تعمل حادثه، وحيث ان احنا شركه ريتيل، يعني ريتيل عندنا حاجات كتيره بالتجزئه، فعندنا جيش عربيات، عربيات التوزيع، فعملنا اسسمنت لان الموضوع ده مخيف، ليه؟ ان احنا عندنا عربيات كتيره جدا، فهعمل ايه؟ ريسك ريسبونس. يعني طب هعمل ايه؟ ريسك ترانسفير على طول، هجيب شركه تامين تغطي لي كل العربيات دي واقعد انا برنس، العربيه اللي تعمل حادثه شركه التامين بقى هي اللي تلبس، ماليش دعوه، تمام؟ يبقى هل في appropriate risk response الشركه عملته؟ مش انا اللي عملته، تمام؟ that align risks with the entity's risk appetite، ويكون الريسك ريسبوند ده متوافق مع ايه؟ مع الريسك ابيتايت بتاعت الشركه. relevant risk information is captured and communicated in a timely manner across the entity enabling staff management and the board to carry out the responsibilities. وهل الريسك انفورميشن captured، يعني عرفناه او لمينا الدنيا بمعنى صح، وcommunicated بلغناه across the organization سواء المانجمنت سواء البورد عشان كل واحد عارف مسؤولياته والحاجات دي، وازاي الموضوع ده بيحصل؟ انت كمراجع مفروض بتشوف ان لو الشركه عندها ريسك ديبارتمنت مفروض بيبقى عندهم حاجه اسمها ريسك ريجستر او سجل المخاطر، والسجل المخاطر او ريسك ريجستر ده فيه ريسكات وفيها التقييم بتاعها الاسسمنت بتاعها، ولو انت شغال ريزيديوال فيها كمان الكاونتر ميجرز، وبتشوف هل الريزيديوال
within risk appetite ولا لا. ولو اعلى من risk appetite طب عملنا ايه الريسبونس بتاعنا؟ ده الريسك ريجستر الكبيره العملاقه. تمام، الريسك ريجستر دي المفروض ان هي تبقى كوميونيكيتد at least quarterly basis على كل 3 شهور للريسك كوميتي والبورد اوف دايركتورز. يعني ما ينفعش كل سنه. يعني انا بصراحه في الواقع العملي لا، غالبا كل 3 شهور، يعني مش هستنى سنه عشان اقول لهم انت عندكم مصيبه وتعالوا شوفوها. يعني ده في ناس بتعمل، يعني في شركات كبيره قوي بتعملها كل شهر، وفي شركات العاديه كل 3 شهور ماكسيمم. 6 شهور ده اوفر، سنه دي مصيبه. تمام، في الواقع العملي. فدي برضو من الحاجات انت بتشوفها. الجرافيكال الاستريشن بتاع الكوزو فريم ورك بتاع الاي ار ام قلناه. الاي ار ام ليميتيشنز، زي ما قلنا ان الانترنال كنترول ليه ليميتيشنز، الاي ار ام له ليميتيشنز برضو زيها زي الانترنال كنترول. زي ايه؟ فولت هيومن جادجمنت. انا والله كنت جادجمنت بتاعي حكمي على الريسك ده. ما خلي بالك موضوع الريسك ده بالذات وموضوع الانترنال كنترولز والريسك والليله دي كلها اللي احنا شغالين فيها هي سبجكتيف جدا. يعني ايه سبجكتيف؟ كل واحد ممكن يكون عنده وجهه نظر مختلفه. فانا والله وجهه نظري ان الريسك دي ان مثلا الكوبايه دي سي مثلا لو وقعت، لا دي كوبايه كويسه مش هتتكسر. غيري شايف ان هي لو وقعت هتبقى مصيبه، هتتكسر وهتدشدش 60 حته. يبقى كل واحد ممكن يبقى عنده جادجمنت على نفس الحاجه. فده ليميتيشن. كوست بنفيت كونسيدريشنز، زي ما قلت لك انت عندك ريسك ان القهوه والشاي يتسرقوا او ورق البرينتر يتسرق او الحبر بتاع البرينتر يتسرق، بس انا مش هعمل فيلم او مش هجيب انا حارس عشان يحرس لي شويه قهوه وشاي ورق برينتر. سيمبل ايرورز اند ميستيكس، يعني كلها بنغلط. كولوجن، التواطؤ. انت ممكن يبقى عندك ريسك ان ممكن في سرقه تحصل فبتعمل الكاونتر ميجرز، بس ممكن يحصل كولوجن زي ما شرحت لك في الانترنال كنترول. عندك سيجريجيشن اوف ديوتيز، الكاستدي مختلف عن الاوثرايزيشن، مختلف عن الريكورد كيبنج، بس الثلاثه تواطؤوا مع بعض فحصلت المصيبه. ومانجمنت اوفر رايد اوف اي ار ان ديشنز، زي ما قلت لك المانجمنت اوفر رايد اوف كنترولز نفس الفكره، المانجمنت اوفر رايد اوف اي ار ان ديشنز. طيب انا خلصت الاي ار ان. الجزء اللي بعديه يا جماعه ما فيهوش اي حاجه جديده. شايف الكلام اللي انا شرحته؟ قال لك هو ازاي مترجم في المعيار. يعني بمعنى صح، المعيار قال لك ايه؟ The internal audit activity must evaluate the effectiveness and contribute to the improvement risk management process. لسه قايلها من شويه نفس الكلام. انت المفروض ايه دورك؟ بتشوف organizational objective support and align with organization mission. لسه قايلها significant risks identified and assessed. نفس الكلام. فهنا يعني الراجل يعني هنا شرح لك الموضوع، وهنا قال لك بقى هو موجود فين في المعايير. فايه؟ جايب لك ناس سكرين شوت من ايه؟ من المعايير. تمام؟ فيا ريت ايه بقى تقرا انت الكلام ده عشان ما اقعدش انا ايه؟ اعيد في نفس الكلام. بص هو نفس الكلام. يا ريت ايه؟ خلصنا كده موضوع الريسك مانجمنت. نخش في اخر موضوع في الليله ان شاء الله النهارده اللي هو الفرود. موضوع الفرود يا جماعه اللي هو بيتكلم على الغش والاختلاس والتلاعب والحاجات الظريفه دي. تمام، عارف في حاجه هنا في الشاشه. الفرود، ايه الفرق بين الفرود واي خطا ممكن اي حد يعمله وهو غير قصده؟ الفرق بين الفرود والايرور هو الانتنشن. خلي بالك من الموضوع ده. الفرق بين الفرود والايرور هو الانتنشن. يعني بمعنى اصح، انت ممكن حد يضرب لك حاجه في الميزانيه او حاجه مثلا يعملها غلط، لو قاصد يعملها وعرفت تثبت النيه intention ممكن تبقى فرود، لكن لو هو ما عندوش النيه هتبقى ايرور. عشان كده بيقول لك ان الفرود من اصعب الحاجات اللي انت ممكن تثبتها.
ان هي بتحتاج تثبت النيه، الانتنشن. الانتنشن يبقى اهم حاجه في الفراد هو ايه؟ هو الانتنشن، ان انت تعمل حاجه اخطاء جوهريه او ماتيريال ميستيتمنتس، الانتنشن. طيب ده اول حاجه. الفراد يا جماعه الموضوع ده من الحاجات المهمه الموجوده في الامتحان، وبيتغطى في كذا مرحله. يعني هتلاقي هنا في اليونت ده بيتكلم على الفراد، قدام شويه هيتكلم على الفراد تاني. فالفراد من المواضيع المهمه. هديك كده زي نبذه كده عن الفراد، نبذه ظريفه كده عن الفراد، واقول لك الفراد بيتكلم على ايه، وبعد كده تشوف الكتاب بيقول ايه. بص يا سيدي، مبدئيا الفراد في نوعين رئيسيين للفراد، في نوعين رئيسيين للفراد. في حاجه اسمها فرودلنت فاينانشال ريبورتنج، تمام، حاجه اسمها فرودلنت فاينانشال ريبورتنج، هناخدها دلوقتي هتيجي. انت عايز اوريك الكتاب ازاي؟ بس هتيجي، تمام. فانت عندك نوعين رئيسيين من الفراد، عندك فرودلنت فاينانشال ريبورتنج، وعندك ميس ابروبريشن اوف اسيتس، وعندك ميس ابروبريشن اوف اسيتس. طب ايه الفرق بين الاثنين؟ الفرق كالتالي: الفرودلنت فاينانشال ريبورتنج ده الضرب او السرقه بتاعت البرنسات. يعني واحد كده مدير مالي، مدير تنفيذي، يضرب له قوائم ماليه مثلا بكم مليون او كم مليار حتى، تمام. فانت بتعمل فرودلنت، او بقولك فرودلنت فاينانشال ريبورتنج. يعني الفرود فين؟ في التقارير الماليه. تلاقي الشركه خسرانه وراحه في 60 داهيه، تمام، وخبطه في حيطه، وهو الراجل مطلع ان الشركه كسبانه وزي الفل عشان يحافظ على سعر السهم في البورصه، او يلعب في حاجات معينه في البورصه. ده السرقه او ده الفراد على مستوى البرنسات، اسمه فراد للفاينانشال ريبورتنج. وعشان هو بتاع البرنسات فبيسموه المانجمنت فراد، ان صعبه امبلوي صغير يعمل فراد للفاينانشال ريبورتنج. يعني موظف مثلا، موظف الريسيفبلز، او موظف البيبل، او موظف البيرول، هل تفتكر عنده اكسس، او عنده اوثوريتي، او عنده صلاحيه، او عنده او ability، عنده قدره انه يعمل فرودلنت فاينانشال ريبورتنج؟ صعبه. فاللي بيعمل فرودلنت فاينانشال ريبورتنج دول البرنسات اللي عندهم قدره ان هم يضربوا قوائم ماليه كامله، عشان كده بيسموه المانجمنت فراد، تمام. طيب ده اول نوع. تاني نوع اسمه misappropriation of assets، وده بقى الفرد على مستوى صغير شويه. يعني مش مدير مالي بيضرب بقى ملايين عن طريق قوائم ماليه مضروبه، لا، تتكلم بقى موظف صغير، عهده بقى ضربها، انفنتوري سرقه، شاي وقهوه خدهم في جيبه، حاجات عبيطه، تمام. طبعا مش لازم تبقى حاجات عبيطه، ممكن يبقى misappropriation of assets بمبالغ كبيره برضو، فده يعتبر misappropriation برضو of assets. بس ده مش قوائم ماليه، مش reporting. ده انت اخدت البتاعة، اخدت اللابتوب، اخدت الانفنتوري، اخدت مش عارف ايه، وتوكلت على الله، اخدت سرقت العهدة. دي اسمها ميس ابروبريشن فاست، وده الفراد بتاع الناس اللي قد حاله، عشان كده بيسموه ايه؟ الامبلويز فراد. يعني الفراد لان فاينانشال ريبورتنج غالبا بيسموه مانجمنت فراد، والميس ابروبريشن اوف اسيتس بيبقى غالبا ده ايه؟ الامبلويز فراد. يبقى ده الاثنين الرئيسيين، او الحاجتين الرئيسيين، النوعين الرئيسيين منين؟ من الفراد. ميس ابروبريشن اوف اسيتس، امبلويز فراد، وفراد للفاينانشال ريبورتنج بتاع ايه؟ بتاع المانجمنت، بتاع البرنسيت. طيب بص يا سيدي، قال لك عشان اي فراد يحصل لازم يكون فيه ثلاث حاجات. الكلام اللي هقوله ده مهم جدا 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 جدا. لازم ثلاث حاجات يكونوا داتا فاكتورز موجودين في اي فرود. بنسميهم الفرود تراينجل، مثلث الفرود، تمام. الفرود تراينجل، تمام، اهم هات ده كده اسمه ايه؟ اسمه الفرود. يعني انت ممكن، هو مش كتبها هنا، هو ممكن يكون كتبها في حته تانية، بس هي حتى اسمها كده، حتى اسمها في الكتب، واسمها على القهوه، واسمها في كل حته، الفرود تراينجل، عشان هما الثلاثه فاكتورز لازم يكونوا موجودين. اول فاكتور البريشر او الانسنتيف، تمام، اول فاكتور البريشر او الانسنتيف. تاني فاكتور الاوبورتيونيتي،
تالت فاكتور الراشناليزيشن. طيب هقول لك على قصه ظريفه كده. في فيلم عربي قديم تمام مش فاكر اسمه تمام. المهم يعني الراجل بنته بتتجوز او ابنه بيتجوز حد بيتجوز يعني تمام. هو موظف على قد حاله فقال لك ايه هاخد من العهده تمام. قال لك ايه هاخد من العهده فده فرود. طب ده فرود الفاينانشال ريبورتنج ولا ميس ابروبريشن اوف اسيتس؟ لا ده ميس ابروبريشن اوف اسيتس. ان الراجل ما ضربش قوائم ماليه ده الراجل هيسرق العهده وربنا يسهل بقى تمام. كان عماد حمدي باين حاجه زي كده تمام. فالراجل ليه عمل كده؟ عشان بنته هتتجوز يبقى في بريشر. في ايه بريشر؟ في ضغط. ده انا بنتي تتجوز فلازم مش عارف لازم اعمل فرح ولازم البوفتيك عشان مش عارف ايه والحاجات الهبله دي تمام. ففي بريشر انه احنا عايزين فلوس احنا عايزين فلوس احنا عايزين فلوس. فالبريشر البريشر الضغط ده اول عنصر من عناصر الفراود. فهو قال لك البريشر او الانسنتيف. في ناس ما عندهاش بريشر بس عندها انسنتيف. بمعنى ده بقى ده تلاقيه في البرنسات بقى ده البرنس الكبير. السي اف او مثلا ممكن يبقى عنده انسنتيف قال لك والله انا مجلس الاداره عطيني كده انسنتيف او عطيني كده ايه يعني كلام كده اوف ايه اوف تيبل او خلينا كده بره الترابيزه تمام. جنتلمان اجريمنت كده بره. قال لك بص لو طلعنا بالشركه السنه دي كسبانه وشكلنا في البورصه فضل كويس انت ليك بونص كذا نص مليون بقى مليون 2 مليون والارقام دي بتحصل ايه تمام. فمعنى كده ان السي اف او هيتنطط عشان يطلع الشركه كسبانه. ريفينيو ريكوجنيشن بقى يتضرب في 60 داهيه تمام. اكسبنس الوكيشن في 60 داهيه. كل حاجه هتتضرب ليه؟ عشان نحافظ على القوائم الماليه والشركه تطلع كسبانه ونفضل شكلنا في البورصه ظريف عشان سعر السهم يبقى كويس وعشان الناس كلها تبقى سعيده. هل ده بريشر؟ ممكن تسميه بريشر بس هو اكتر انسنتيف. يبقى انت عشان تعمل الفرود اول فاكتور في الفرود تراينجل مهم جدا الكلام ده البريشر او الانسنتيف. بريشر انت عايز فلوس عايز فلوس بنتي تتجوز مش عارف ايه الهبل ده او انسنتيف انت لو طلعت لنا الشركه كسبانه لك الحلاوه تمام. يبقى ده اول عنصر. تاني عنصر الاوبورتيونيتي. ما هو عماد حمدي لو ما كانش معاه مفتاح الخزنه ما كانش عارف ياخد العهده. الاوبورتيونيتي هي الفرصه. ايه الفرصه؟ انا معايا مفتاح الخزنه عشان اخد العهده. ده بالنسبه لعماد حمدي. طب بالنسبه للسي اف او انا السي اف او انا اللي اقول ايه القيود تتمرر وايه القيود ما تتمررش. انا اللي بتحكم في حزبه المخصصات. انا اللي بقول ده كذا وده كذا. انا اللي ممكن اقول للمحاسبين ده يطلع للمراجع وده ما يطلعش للمراجع. opportunity يبقى الفرصه. يبقى تاني عنصر او تاني فاكتور في الفراد تراينجل الاوبورتيونيتي الفرصه. تالت حاجه بقى الراشناليزيشن. ده كلمه راشناليزيشن ازاي تحور على نفسك ان انت تعمل الفراد. عندك بقى حاجات ظريفه جدا. عماد حمدي مثلا قال لك انا ان شاء الله هرجع الفلوس لما مش عارف لما اسوي معاشي باين قال لك لما هسوي المعاش هرجع الفلوس. السي اف او قال لك ايه انا كده بحافظ على الشركه ده في الشركه دي بيشتغل فيها 3000 عامل. تخيل الشركه دي لو طلعت خسرانه والبورصه انهارت في البورصه ال 3000 عامل دول هيحصل لهم ايه؟ هيقعدوا في الشارع حرام. ده اسمه راشناليزيشن تمام. موظف الحكومه يقول لك ده دي فلوس الحكومه فلوس الشعب والسرقه من الحكومه حلال. ده اسمه راشناليزيشن تمام. فالراشناليزيشن انت ازاي انت ايه الجاستيفيكيشن او بص الجاستيفاي انت ازاي بتحور على نفسك عشان تعمل الفرود. من الاخر يبقى الفرود لازم ثلاث حاجات. لازم اسمه ايه فرود تراينجل. كلمه فرود تراينجل دي انت بعرفها. فرود تراينجل البريشر او الانسنتيف الاوبورتيونيتي والراشناليزيشن.
تمام. طيب ده بالنسبه للثلاثه فاكتورز. قال لك برضو انا لحد دلوقتي لسه ما بقراش في الكتاب، انا لحد دلوقتي لسه بقول لك النبذه بتاعت الفرود. قال لك في حاجه اسمها فرود ريسك فاكتورز، فرود ريسك فاكتورز، او في ناس بتسميهم الانديكيتورز، فرود ريسك انديكيتورز او فرود ريسك فاكتورز، او عناصر كده بتشوفها مع فرود. مش لازم تبقى فرود، يعني مش لازم تؤدي الى فرود. ودي من الاسئله المشهوره، يقول لك هل معنى ان في، هل معنى ان في فرود ريسك فاكتور معناها ان في فرود؟ لا، بس ده بيسميه ريد فلاج. بيسميه ايه؟ ريد فلاج. ريد فلاج يعني جرس انذار، خلي بالك احتمال يكون في فرود، احتمال ممكن او ممكن لا. زي ايه مثلا؟ اقول لك انا زي ايه مثلا، ثواني معلش انت تعبت. بس مثلا يا سيدي موظف عادي جدا من اسره متوسطه او تحت المتوسطه او اعلى متوسطه بحاجه بسيطه، يعني من الطبقه المتوسطه، تمام. وفجاه كده سبحان الله بقى معاه مثلا فيراري، عربيه فيراري، او مش عارف مرسيدس اللي هي 4x4 الكبيره دي، اللي مش عارف ام ال كي سي اكس مش عارف ايه. طب يا عم حد مثلا، حد مات مثلا وهو ورثه؟ لا. عمه اللي في البرازيل مثلا بعت له فلوس؟ لا. طب كسب مثلا لوتري؟ لا. طب جاب الفلوس منين؟ ما حدش عارف. طب اتجوز واحده غنيه؟ لا. عمل ايه طيب؟ ما حدش عارف. طب ده موظف ايه؟ ده موظف الخزنه. موظف خزنه من اسره متوسطه، عمره ما كان معاه حاجة اوفر، يعني معاه عربية مثلا عادية مش عارف ايه، فجأة يبقى غني. شفت الفيلم ده فين قبل كده؟ ده يعني ده مش ريد فلاج، ده يعني ريد فلاج بالجامد يعني. فده معناها ان انت جرس انذار، ريد فلاج، خلي بالك ده موظف خزنة وفجأة بقى غني، يعني طب نعمل ايه تاني؟ يعني نقول لك ايه تاني؟ على فكرة ممكن الحاجه زي كده تؤدي ان يكون في فرود، يعني ممكن لما تشوف بقى الموضوع تلاقي فعلا في فرود، الراجل سرق مش عارف كام وزي العبيط، هو عبيط بقى يعني، هو عبيط يعني متآمر وهبل، يعني جاب عربيه غاليه قوي فبان بقى اتكشف، يعني انت جبت منين يعني، من اين لك هذا؟ او ممكن لما تستكشف الموضوع ما تلاقيش ان في فرود، تلاقي ان هو كان متجوز واحده غنيه، واحده مثلا عجوزه مثلا تتكلم 80 فما فوق، تمام، 85 86 سنه كده مثلا، وغنيه، وهي مدلعاه وراحت جابت له عربيه، وهو مكسوف يقول مثلا في الشغل عنده ان هو متجوز واحده غنيه عشان فلوسها، تمام، فقال لك لا انا ما اتجوزتش ومحدش عارف. انت لما عملت الموضوع وموضوع دخل في حد تحقيق عرفت الموضوع ده، يبقى الريد فلاج ما وصلش للفرد، وصل ان الراجل او الشاب اتجوز واحده عجوزه غنيه وكان مكسوف يقول، ما هو في ريد فلاج اهو. يبقى الريد فلاج ممكن يوديك للفرد، وممكن تلاقي الموضوع كله طلع ايه؟ طلع اي حوار هبل في الاخر، تمام؟ يبقى الفرود ريسك فاكتورز او الريد فلاجز هي فاكتورز تديك انديكيشن ان ممكن يبقى في فرود. هل معناها ان في فرود؟ الله اعلم. ممكن وممكن. الفرود ريسك فاكتورز بتختلف باختلاف الفرود، بمعنى اصل الفرود ريسك فاكتورز بتاعه الفرودلنت فاينانشال ريبورتنج مختلفه عن الفرود ريسك فاكتورز بتاعه الميس ابروبريشن اوف اسيتس. بمعنى السي اف او بتاع شركه مالتي ناشونال لو جاب عربيه فيراري او مرسيدس سي ال كي ام ال مش عارف كام، ده حاجه عاديه جدا، يعني اللي يقول ده ريسك فرود ريسك فاكتور يبقى عبيط، ان هو الراجل ده غالبا عنده خمس عربيات زيهم وبيجي كل يوم بعد، تمام. بس لما نفس البتاعه دي لو بقى للميس ابروبريشن اوف اسيتس للموظفين الصغيرين، لا طبعا يبقى فرود ريسك فاكتور، تمام. يبقى في فرود ريسك فاكتورز للميس ابروبريشن اوف اسيتس، وفي فرود ريسك فاكتورز للفرود ان فاينانشال ريبورتنج. طب الانسنتيف بيزد على الانكم، ده فرود ريسك فاكتور لمين؟ للسي اف او، مش للموظف بتاع البايرول،
ما بموظف البيرول، الشركه كسبت، الشركه خسرت، الشركه ولعت، هو راجل موظف صغير غلبان هياخد مرتبه ويقول لهم سلام عليكم ويروح يقعد في بيته. لكن مين بقى اللي هياخد الانسنتيف والمش عارف ايه والهبل ده؟ السي اف او. يا بص ادي فورد ريسك فاكتور خاص بايه؟ بالفورد الفاينانشال ريبورتنج، وحاجه ثانيه خاصه بميس ابروشنست. يبقى الفورد ريسك فاكتورز بتختلف باختلاف الفراد تايب، هل هو فراد فاينانشال ريبورتنج ولا ميس ابروبريشن اوف اسيتس. في حاجات ممكن تنفع الاثنين يعني، اكيد يعني بص يعني اصل فراد ريسك فاكتورز كتيره جدا، تمام؟ انا بقول لك اكزامبلز، في حاجات ممكن تنفع الاثنين، بس في حاجات ما تنفعش غير هنا وفي حاجات ما تنفعش هنا. دي حاجه. تاني حاجه، الفراد ريسك فاكتورز ممكن تبقى على كل على كل على كل فاكتور من الـ من الفراد تراينجل. يعني البريشر ده هتلاقيه فورد ريسك فاكتور. يعني ايه؟ واحد مثلا معروف مثلا في الشغل انه بياخد جمعيات كتير، معرفش ممكن الجمعيه دي مصطلح مصري، معرفش بقى هل في جمعيات بره مصر ناس تعرف ان هي جمعيه يعني ميوتشوال فوند. لو ينفع اقول ان الجمعيه تعتبر ميوتشوال فوند ينفع، ما اعرفش بقى يعني، ما اظنش ان هي موجوده بره مصر اصلا، ما شفتش حد بيعملها بره مصر. جمعيه معناها ان مثلا خمسه سته مثلا صحاب او موظفين او وات ايفر بيخمسوا مع بعض، وكل واحد يدفع فلوس كل شهر ويحوشوا، وكل واحد ياخد شهر الفلوس دي، اسمها جمعيه، بنسميها جمعيه في مصر. فتلاقي مثلا واحد موظف داخل في جمعيه هنا وجمعيه هنا وجمعيه هنا، وبياخد الجمعيه دي ستلها في دي ودي ستلها في دي، وياخد خمسه كريدت كارد، والكريدت كارد دي بتستل دي ودي بتستل دي، وعليه ديون بالهبل وعليه مش عارف ايه. ده فراد ريسك فاكتور. بس الفراد ريسك فاكتور ده للبريشر ولا الاوبورتيونيتي ولا الراشناليزيشن؟ لا للبريشر طبعا، ده يعني اشهر فراد ريسك فاكتور للبريشر. راجل عليه ديون يعني غريبه، وجمعيات وكريدت كاردز ومش عارف وايه وباك بريشر، تمام؟ ممكن بعد تاني، ممكن بعد كده يبقى راجل نظيف، يعني هو احمر ومتخلف وما بيعرفش يمانج فلوسه وبيلبس نفسه بحاجات بالهبل، بس في الاخر ما بيسرقش، ممكن، وممكن في الاخر يسرق، الله اعلم. بس ده فراد ريسك فاكتور للبريشر. يبقى زي ما في فراد ريسك فاكتور على مستوى التايب بتاع الفراد فرادلنت فاينانشال ريبورتنج ولا ميس ابروبريشن اوف اسيتس، الفراد ريسك فاكتور يتقسم على مستوى الفاكتورز، الفراد تراينجل، البريشر، اوبورتيونيتي. ايه الفراد ريسك فاكتور بتاع الاوبورتيونيتي؟ لاك اوف كنترولز، اللي اسمه ده المفتاح الخزنه ما في 50 نسخه منه، ومفيش مثلا مفيش سجل بالمفاتيح ومين اللي بيستلم معاه المفاتيح، وممكن تلاقي حد كان معاه مفتاح قبل كده. ده مفتاح خزنة، دي فلوس، دي ده يعتبر ايه؟ فراد ريسك فاكتور. بس الايه؟ الاوبورتيونيتي، ان ده هيخلي واحد عنده البريشر انه يبقى عنده الاوبورتيونيتي دلوقتي. طب الراشناليزيشن لا بقى، دي نفسية بقى، تمام؟ يعني فراد ريسك فاكتور ما اظنش في راشناليزيشن، بس دي بقى كلام نظري شويه. انت هتلاقي حد مثلا ايه يقول لك اصل يعني السرقه في مال الحكومه حلال، ده مال الشعب، تمام؟ حد ساعات بتسمع ناس كده، تمام، يقول لك السرقه من الحكومه حلال، ده يعتبر فرود ريسك. على فكره ده يعتبر فرود ريسك فاكتور راشناليزيشن، ان الراجل من دلوقتي بيقعد قاعد جنبك يقول لك، بيبرر لك السرقه لأي فلوس، سواء بقى فلوس حكومة مش فلوس حكومة، فلوس مش عارف ايه، الراجل بيبرر. ممكن يكون بيقول كلام كده هبل وخلاص، يعني ممكن يكون الراجل عبيط قاعد بيهبل بالكلام وما عملش حاجة، وممكن فعلا يكون ده فراد ريسك فاكتور ان هو فعلا حرامي وهو مقتنع ان السرقة من الحكومة حلال، تمام؟ يبقى ده فراد ريسك فاكتور لإيه؟ للراشناليزيشن. يبقى الفراد ريسك فاكتور على مستوى كل ايه؟ كل فاكتور من الفاكتور. اخر حاجه هقولها انا كده لسه بشرح المقدمه، تمام؟ انا غالبا خلصت الدرس يعني، بس يعني كده بقول لك المقدمه. انت بقى وظيفتك كمراجع داخلي، هل انت مطالب انك تنزل تكشف كل الفراد؟ لا، ده مش ضمن الجوب ديسكريبشن بتاعك، انت مش جاي تكشف على فراد، انت
لو في فراد جالك في وشك او لقيت انديكيتوس بتاخدها في اعتبارك، دي حاجه. فانت مش من مهامك ان انت تنزل تشوف كل الفراد، ولو في فراد جه في وشك اكيد طبعا هتاخد الاجراءات بتاعته وهتعمل وهتنيد، ده موضوع تاني. بس انت مش الاوبجكتيف بتاعك انك تنزل تكشف فراد، ان في حاجه اسمها فراد اكزامينيشن، في وظيفه وليها شهاده على فكره اسمها سي اف اي اللي هي سيرتيفايد فراد اكزامينيشن او سيرتيفايد فراد اكزامينر، ده واحد شغال في الفراد، هو الراجل نازل يشوف فراد يكشف فراد، ده الاوبجكتيف بتاعه مختلف عنك اصلا في شغلك، ده انت حاجه وهو حاجه ثانيه خالص، تمام؟ فانت كانترن اويتر انت مش مطالب منك تنزل تشوف فراد، بس طبعا لو شفته. تاني حاجه المانجمنت دورها ايه؟ المانجمنت دورها ان الانترنال كنترول سيستم اللي موجود عندها يكون مناسب اديكويت طبعا بريزنبل، طبعا ريزنبل اشورنس، يديك ريزنبل اشورنس ان الفراد ويل بي بريفنتد اور ديتكتد، الفراد هتكشفه او هتمنعه بطريقه ريزنبل، ده دور المانجمنت. كان قلت كل حاجه غالبا عن الفراد، دماغي يعني كده في السريع. ممكن بقى ايه نشوف الكتاب قري عشان لو في حاجات، طبعا الكتاب قال حاجات زياده، تعال نقول الكتاب قري. فراد is any illegal act، اي حاجه غير قانونيه، characterized by deceit, concealment or violation of trust. deceit مش عارف يعني ايه deceit بصراحه، غالبا خداع، دي غالبا يعني الكلمه دي يعني خداع مش حسب بفتكر يعني. concealment يعني اختلاس، or violation of trust يعني خيانه الامانه. these acts are not dependent on upon the threat of violence or physical force. خلاك حاجه، الفراد مش سرقه بالاكراه. الفراد مش معناها ان انا هطلع كده طبنجه واخش في وسط البنك واقول لهم هاتوا لي الفلوس، ده مش فراد، ده اسمه سطو مسلح، تمام؟ ده موضوع تاني، تمام؟ لكن الفراد معناها ان انا ايه، عهده سرقها، مش عارف قوائم ماليه اضربها، ده الفراد. frauds are perpetrated by parties and organizations. كلمه perpetration يعني يتم عمل فرد، اسمها fraud perpetration، تمام؟ by parties من افراد والorganizations والشركات، to obtain money عشان ممكن to obtain money عشان تاخد فلوس، property or service، او to avoid payment or loss of service، او عشان مثلا عندك مثلا غرامه معينه لو ما عملتش كذا فانت ممكن تعمل فراد عشان ت avoid payment او loss of service، or to secure personal or business advantage، او عشان تضمن personal advantage يعني ميزه شخصيه او حاجه في البيزنس. خلي بالك من حاجه، ياما شفنا فراد بزنس فراد. يعني ايه بزنس فراد؟ يعني تلاقي الفراد اتعمل لمصلحه الشركه، هو فراد بس الراجل ما سرقش حاجه لجيبه، هو مثلا تلاقي الراجل مثلا ضرب حاجه لمصلحه الشركه، وممكن ما يكونش خد حاجه يعني ممكن ما يكونش خد مصلحه شخصيه ليه على فكره، احنا ممكن الراجل يعني من كتر ما هو بيحب الشركه وقلبه على الشركه فعمل فراد للشركه. هل ده معناها ان هي حاجه حلوه يعني؟ لا، برضه ستيل فراد برضه، تمام؟ بس ممكن الفراد يبقى للبيرسونال جين او للبيزنس جين. طيب effects of fraud، effects of fraud ممكن monetary losses from fraud are significant. قال لك monetary losses from fraud are significant but its full cost is immeasurable in terms of time, productivity and reputation including customer relationship. مهمه جدا monetary losses، الخساره الماديه بتاعت او الماليه بتاعت الفراد ممكن تبقى جامده بس الكوست دي ما لا تقارن بحاجات تانية ممكن تخسرها مع الفراد زي الوقت، البرودكتيفيتي، السمعه، الريبيتيشن والكاستمر ريليشن شيب، حتى علاقتك مع الكاستمر بتاعك. Thus an organization should have a fraud program that includes awareness, prevention and detection program. It also should have a fraud risk assessment process to identify fraud risks. مهمه جدا 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 الحاجتين دول، حاجتين لازم تعرفهم. اول حاجه ان الاورجنايزيشن لازم عندها فرود بروجرام. يعني فرود بروجرام يعني برنامج للفرود، اويرنس يعني تقول للموظفين بتوعها يا جماعه خلي بالكم يعني ايه فرود، وتقول لهم يا جماعه الفرود يعني كذا 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 كذا، لو انت عملت كذا 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 يعتبر فرود، اويرنس التوعيه، وبريفنشن تحاول تمنع الفرود عن طريق الانترنال كنترول، وديتكشن ان لو حصل فرود تعرف تكشفه، لو ما عرفت لو هي ما عرفتش تعمل بريفنشن بس على تعرف ايه تعمل ديتكشن. تاني حاجة it should also have a fraud risk assessment process to identify fraud risks، وده بيتعمل بالتوازي مع الريسك اسسمنت العادي. احنا كده كده قلنا ان الشركة بتعمل ريسك اسسمنت عادي،
ومعها في السكه بتعمل فرود ريسك اسسمنت، وده منفصل واقعيا او عرض الواقع. انا بعمل الاثنين مع بعض، يعني انا بعمل ريسك اسسمنت باخد في اعتباري الفرود ريسك اسسمنت معاهم، بس كمعيارا انت المفروض تعمل الاثنين. انت بقى ارض الواقع بتعمل الاثنين مع بعض، ده عادي ما فيهوش حاجه على فكره، تمام؟ بس انت لازم تعمل فرود ريسك اسسمنت عشان تعرف ايه هي الفرود ريسكس، وعلى اساسها تعمل الكاونتر ميجرز عشان تغطي الموضوع ده. الفاكتورز اوف فرود، الفرود تراينجل، افتكر الكلمه دي. Pressure or incentive is the need for the fraudster, اللي هو الراجل اللي هيعمل فرود, is trying to satisfy by committing the fraud. Opportunity هي الفرصة, ability. Rationalization هو justification. ازاي هحاول على نفسه. بص يا سيدي. هنا examples of fraud, هو انا اعطيك examples of fraud. زي ما قلت لك انت عندك الفراد نوعين, ميس ابروبريشن اوف اسيت وفراد للفاينانشال ريبورتنج. هو هنا في الكتاب ما اعرفش هنا في الحته دي مش موضحها لك قوي كده, يعني قايل لك انواع كتيره. كل دول يا اما هيخشوا في الحته دي يا اما هيخشوا في الحته دي. يعني انت عندك عنوانين رئيسيين, فراد للفاينانشال ريبورتنج وميس ابروبريشن اوف اسيتس. دي تحتيها حاجات كتيره ودي تحتيها حاجات كتيره. فهو هنا اعطيك اكزامبلز من الحاجات الكتيره. طيب اول حاجه قال لك اسيت ميس ابروبريشن, انك تسرق assets أو stealing assets or other assets or stealing cash or other assets. تسرق supplies, تسرق inventory, تسرق equipment, تسرق information. Information يعتبر مثل asset مش appropriation. The theft may be concealed, يعني تخفيها أو تختلسها. يعني أنت by adjusted records. An example is embezzlement. Embezzlement اللي هو الاختلاس. أو the intentional appropriation of property entrusted to one's care. Embezzlement يعني اختلاس. Skimming. Skimming is theft of cash before it is recorded. Accepting payment from a customer but not recording the sale. ودي والتعريف ده مهم. التعريف ده مهم. كلمة skimming مختلفة عن misappropriation, مختلفة عن disbursement, مختلفة شوية. كلمة skimming والزتونة هنا ان السكيمينج ده انك تسرق الكاش من قبل ما يتسجل. بمعنى كاستمر جا وقال لك والله يا جماعه انا عايز اشتري مثلا الكوبايه دي, قلت له ماشي اتفضل, راح حاطك فلوس كاش, رحت انت ما عملتهاش على الريجستر, يعني انت ما ضربتهاش على المكنه وما عملتوش ريسيت. هو الراجل قال لك ايه فاكس مش عايز ريسيت, راح الراجل مشى وعطاك الفلوس وانت عملت ايه, حطيت الفلوس في جيبك. يبقى انت عملت ثفت للكاش بيفور ات از ريكوردد, ما عملتوش ريكوردنج اصلا, ده اسمه سكيمينج. مختلف عن الاسيت ميس ابروبريشن. الاسيت ميس ابروبريشن الكاش متسجل بس انت سرقته بعد ما تسجل, اختلاس. السكيمينج مختلف. انا ما اعرفش سكيمينج, كلمه سكيمينج كلمه سكيم بالعربي يعني منزوع الدسم, دي الترجمه الحرفيه, ما اعرفش بقى يعني ايه في علم الفرد, تمام؟ ما عنديش اي فكره صح, تمام؟ فسكيمينج انك تسرق الحاجه قبل ما تتسجل, ما دخلتش اصلا الدفاتر. الميس ابروبريشن او الامبزلمنت ده الحاجه اتسجلت. ديسبيرسمنت اوف فرود او سوري ديسبيرسمنت فرود انفولز بيمنت فور فيكتيشس جودز اور سيرفيسز overstatement of invoices or use of invoices for personal uses. يعني كلمة disbursement يعني payment. فالdisbursement fraud, الفرود بتاع disbursement معناه انك في حاجات خاصة بالpayment, بالdisbursement. أو invoice payment for a fictitious goods or service. معناها انك دفعت لحاجات وهمية. يعني يقول لك مثلا احنا جبنا 50 مكتب مثلا لفرع مش عارف ايه وما فيش مكاتب جت. ودفعنا فلوسهم. دفعنا فلوسهم لمين ما حدش عارف, تمام؟ يبقى دفعت فلوس لحاجه فيكتيشس. كلمه فيكتيشس يعني وهميه او خرافيه او خزعبليه, تمام؟ او اوفر ستيتمنت اوف انفويسز, يعني الفاتوره جايه مثلا ب 50,000 دولار فانت خليتهم ايه, يعني شفت كده خمسه خليها سبعه فخليها 70,000 وندفع 70,000, 50 للراجل و20 ليا, تمام؟ او يوز اوف انفويسز فور بيرسونال ريزونز, او مثلا انا عندي فاتوره مثلا موبايلي يلا ندخلها مع الشغل والشغل يدفعها لي. دي اسمها disbursement fraud.
expense fraud او sorry expense reimbursement is a payment of fictitious or inflated expense. تمام؟ زي مثلا expense report for personal travel, non-existent meals or extra mileage. expense reimbursement حضرتك لما تبقى في الشركه وبتسافر تبع الشركه بتعمل حاجه اسمها expense report. يعني مصاريفك وانت مسافر بتبقى على حساب الشركه، يعني مثلا مصاريف السفر، مصاريف الاكل، مصاريف الشرب، مصاريف الاقامه. فالحاجات دي مفروض انت بيبعك كريدت كارد وبتعمل اكسبنس ريبورت، او ما فيش حد بيعمل كده بس ساعات بشوفها الشركه بتقول لك ادفع انت وبعد كده هعوضك عن الفلوس. تمام؟ بس في الاغلب دلوقتي كله بيدي كريدت كارد للموظفين. بس انت سواء كده او كده بتعمل حاجه اسمها اكسبنس ريبورت. فالاكسبنس ريمبرسمنت هو انت ايه بقى؟ تلعب بقى في الاكسبنس ريبورت، ودي بنشوفها كتير جدا. يعني بشوفها لحد دلوقتي في شركات كبيره وفي دول كبيره بتشوفها لحد دلوقتي. تلاقي بقى الراجل ايه؟ مسافر مثلا يتفسح هو ومراته وعياله وهحطها لك في الاكسبنس ريبورت. يا عم دي حاجات تبع الشغل المفروض، انت ايه العلاقه انت ماليش دعوه بسفر مراتك وعيالك. او نون اكزيستنت ميل، يقول لك مثلا انا اتغديت مش عارف فين وهو ما راحش. او اكسترا مايلج، يقول لك مثلا انا مثلا سافرت من اخدت مثلا عربيه او مثلا اجرت عربيه عشان اسافر من القاهره لاسكندريه، والقاهره لاسكندريه 2000 كيلو. 2000 كيلو يا عم، هي 200 كيلو، خليتها 2000 ليه؟ زودت صفر ليه؟ فده اسمه اكسترا مايلج. تمام؟ ده يعتبر اكسبنس ريمبرسمنت فرود. بايرول فرود، بايرول فرود ده ظريف قوي بقى. بايرول فرود از ا فولس كليم فور كومبنسيشن، يعني انت بتدي فلوس كبايرول لحد اصلا بقى ايه خرافي بقى. زي مثلا ايه؟ البايرول اللي هي مرتبات، اوفر تايم فور اورز نوت وركد. يعني مثلا واحد يقول لك ايه؟ ده انا اشتغلت امبارح لحد الساعه 8 والساعه 10 وفي اوفر تايم، هو ما اشتغلوش، ده يعتبر payroll fraud. او payment to fictitious employees وبنشوفها برضو، تلاقي في موظف وهمي كده، تلاقي مثلا في البايرول ريجستر في مثلا اسم، مثلا في مرتب لموظف اسمه هاني السيد. مين هاني السيد؟ مين يا عم هاني السيد؟ تقعد تدور مفيش موظف اسمه هاني السيد، هو الموظف ده مش موجود غير بس في البيرول ريجستر. الفلوس بتروح فين؟ محدش عارف. ده اسمه فيكتيشز امبلوي، او في مصطلح ليه الموظف اللي ملوش وجود على ارض الواقع وبيدفع له فلوس كده سرقه، اسمه له اسم تاني اسمه جوست امبلوي. يعني هو هنا مسميه فيكتيشز امبلوي، والكلمه دي صح مش غلط، بس في برضو على القهوه بتاعت الفرد بيسموها اسم تاني اسمها جوست امبلوي، جوست شبح. تمام؟ الموظف الشبح. تمام؟ هو اسمه فعلا كده، ان هو استاذ هاني السيد قسم ايه محدش عارف، راح حد شافه قبل كده محدش شافه قبل كده، هو فين؟ موجود بس في البير ريجستر، بياخد كل شهر 20,000 دولار وبيتحول على بيتحول كده على حساب بنك محدش عارف بتاع مين وخلاص. ده اسمه امبيرول فرود لجوست امبلوي. طيب كل اللي فات على فكره سرقه 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 صح؟ يعتبر اسيد، يعتبر من ميس ابروبريشن اوف اسيد اللي هي اول سيكشن. ثاني سيكشن بقى فاينانشال ستيتمنت ميس ريبريزنتيشن، اللي هي زي ما بقول لك هو هنا مش مقسمهم زي ما قسمتهم لك، هو في اثنين رئيسيين تحتيهم بقى مليون حاجه. زي مثلا اوفر ستيت اسيدز اور ريفينيو، مثلا تزود الاسيدز بتاعتك، تزود الريفينيو، تقلل اللايبيلتي، تقلل الاكسبنس. مانجمنت مي بنفيت باي سيلينج ستوك ريسيفينج بونص اور كونسيلينج اندر فرود، او مانجمنت بتاخد بقى بونصز بطريقه معينه ان هي مثلا تبين ان هي باعت ستوك وهي ما باعتهوش وهكذا. انفورميشن ميس ريبريزنتيشن بروفايدز فولس انفورميشن ايجنت اوتسايدرز ان ذا فورم اوف فرودلنت فاينانشال ستيتمنتس، هي دي بقولك عليها فرودلنت فاينانشال ستيتمنتس. ده العنوان الرئيسي لاول نوع من انواع الفرود، فرودلنت فاينانشال ستيتمنتس او فرودلنت فاينانشال ريبورتنج والميس ابروبريشن. Corruption is an improper use of power زي bribery. Corruption الفساد عن طريق الرشوة. It often leaves little accounting evidence. These crimes usually are uncovered through tips or complaints from third parties. Corruption often involves the purchasing function. مهمة جدا جدا جدا. الفساد corruption زي الرشاوي خصوصا بتوع المشتريات، قال لك خصوصا بتوع purchasing. المشتريات او البرشيزنج من اكتر الاقسام اللي بتلاقي فيها فساد غير عادي. ليه؟ ان بتاع المشتريات هو اللي معاه الفلوس انه يشتري للشركه من بره،
فالناس اللي بره كلهم عايزين ايه؟ عايزين يرضوه، يا عم تعالى اشتري من عندي، يا عم تعالى اشتري من عندي. فتلاقي بتاع البرشيزنج ده راجل متظبط، تلاقي بقى عنده ايه هدايا وتذاكر مش عارف حفلات وتذاكر ماتش مش عارف ماتش مين ومش عارف ايه هدايا بالهبل. وممكن الموضوع يتجاوز موضوع، ممكن الموضوع يتجاوز الهدايا ويبقى رشوة فلوس بقى فعلا. وما بتشوف يعني شفنا كتير يعني في الواقع العملي بتوع البرشيزنج خصوصا في الحاجات الحكومية، عشان بيبيعوهم هم التوريدات والحاجات دي بياخدوا فلوس ظريفة قوي. تمام، فدي من اصعب الحاجات اللي انت كانترنال اويتر او حتى كفرت اكزامينر تكشفها. وفي الاغلب، في الاغلب هقول لك اهو، these crimes are usually uncovered through tips or complaints from third parties. في الاغلب الناس دي بتتكشف ازاي؟ بتتكشف عن طريق tips يعني معلومات او complaints شكاوي. تلاقي واحد مثلا من بره قال يا جماعه ده الموظف بتاعكم ده يعني طالع واكل نازل واكل، الراجل يعني بياخد رشاوي من امه لا اله الا الله. فانت هتعرف منين؟ من بره. هنا طبعا اعرف لك يعني ايه، يعني ايه كلمه برايبري. الرشوه is offering giving receiving or soliciting anything of value to influence outcome. البرايبري انك تعرض، خلي بالك من حاجه، انك تعرض رشوه والتاني ما يقبلهاش ده لوحدها جريمه. يعني وحتى في القانون غالبا كده في القانون برضو، يعني انا لو عرضت رشوه على حد والتاني ما قبلهاش وما خدهاش مني، فمجرد ان انا عرضت رشوه ده يعتبر جريمه كده، وقعت تحت طائره القانون. تمام، زي ما بيقولوا في الناس القانونيين. تمام، يبقى برايبري از offering بس. تمام، او طبعا giving او receiving او soliciting. soliciting يعني تسهل anything of value to influence outcome، عشان تاثر على outcome معين. bribes may be offered to key employees such as purchasing agents. يعني ممكن البرايبس تتعرض على موظفين كي مسؤولين مهمين زي purchasing agents. those paying bribes tend to be intermediaries for outside vendors. هو بيقول لك في الاغلب بيبقى فيه وسيط، يعني ما فيش بزنس مان كده تقيل هيروح يعني ايه يدي رشوه بنفسه لموظف مثلا في وزاره الصحه مثلا. تمام، او في وزاره الخارجيه او في وزاره مش عارف ايه. تمام، او في وزاره البتنجان. تمام، بيبقى في الاغلب في كده ايه، في انترميديرز، بيبقى في زي وسيط ما بين محمد بيه اللي هو الراجل اللي مش عارف رجل الاعمال الكبير وبين الموظف الصغير، بيبقى في رجل كده وسيط في النص هو اللي بيتعامل. ده بالنسبه للبرايفري. conflict of interest، طبعا احنا شرحنا يعني ايه conflict of interest 50,000 مره، فيعني مش هنشرحها تاني. a diversion redirects an employee to outside to a transaction that would normally benefit the organization. يعني ايه كلمه diversion؟ كلمه diversion هي تحويل. كلمه تحويل معناها redirects to an employee or outsider a transaction that would normally benefit the organization. ده نوع من الفراد برضه، diversion. كلمة diversion هي تحويل. يعني الشركة بتاعتنا، الشركة بتاعتنا مثلا سي بتشتغل في في السجاجيد. تمام، مثلا في السجاجيد مثلا. فجاء اوردر كده عايزين مثلا 10 سجاجيد، او بلاش 10 عشان مش رقم هبل، عايزين مثلا 10,000 سجادة مثلا. فانا قلت لهم والله يا جماعه ده يعني ده احنا سجاجيد بتاعت شركتنا وحشه قوي، ده انا ممكن اقول لكم على شركه سجاجيد تانية هتديكوا سعر احسن. يبقى انا كده عملت دايفرجن للترانزاكشن اللي كانت جايه شركتي لشركه تانية او لحد تاني، عشان طبعا هاخد كوميشن طبعا واتيفر اللي هي كانت ممكن دي تنفع الشركه الاساسيه. يعني انا شغال مثلا شركه حماده. تمام، انا شغال في شركه حماده، فالترانزاكشن ده كان جاي لشركه حماده، فانا عملت ايه؟ عملت دايفرجن، قلت للراجل اللي كان عايز يشتري 10,000 سجاده، قلت له يا عم بلاش شركه حماده، شركه حماده دول شركه حراميه، روح لشركه اي حاجه، روح لشركه اكرم. تمام؟ فانا عملت دايفرجن للترانزاكشن من شركه حماده لشركه ايه؟ اكرم. ده يعتبر نوع من الفراد. wrongful use of confidential or proprietary information is fraudulent. يعني لو حضرتك استخدمت اي معلومه confidential سريه او proprietary information معلومات مهمه او معلومات جوهريه
لصالحك الشخصي ده فراد. A related party fraud is a recipient of benefit not obtainable in arm's length transaction. كلمة arm's length زي ما نعمل كده بداية. Arm's length. كلمة دي معروفة جدا لبتوع المحاسبة. Arm's length transaction. طب المحاسبة عارفين الموضوع ده. A related party. طب يعني ايه related party مبدئيا؟ خلينا نقول كده بالاول عشان لو حد فيكم مش محاسبة واشك بصراحة ان اكيد 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 90% منكم محاسبة يعني. تمام؟ related party هو الأطراف ذات علاقة ما بين الشركات، ما بين الأفراد والشركات وهكذا. يعني بمعنى أصح، لو أنا عندي مثلا شركة حمادة، شركة حمادة دي مثلا بتبيع سجاد، وفي شركة أي حد، مفيش حد في اسم، مفيش أي اسم قدامي. شوف هنوقف المحاضرة عشان مفيش اسم، قمة التفاهم. شركة هشام، تمام؟ وفي شركة هشام، هشام ده يبقى مثلا ابن حمادة، يعني هو الراجل اسمه هشام حمادة أصلا، تمام؟ فحمادة عنده شركة وابنه هشام عنده شركة تانية، فده يعتبر ريليتد بارتي، أطراف ذات علاقة. أو حمادة عنده شركة بتاعت سجاد وعنده شركة تانية بتاعت خيط، بتاعت خيوط، فشركة حمادة بتاعت السجاد بتشتري وتبيع من شركة حمادة بتاعت الخيوط، ده يعتبر ريليتد بارتي، ان دي شركة ودي شركة. يبقى الريليتد بارتي هي ممكن تبقى اطراف ذات علاقة على مستوى الافراد او على مستوى ايه الشركات. طيب الريليتد بارتي فراد معناها ان في بنفيت بتتاخد مش في ارمز لينس ترانزاكشن. يعني بمعنى صح، لو حمادة عنده شركة بتاعت سجاد وشركة بتاعت خيوط، والشركة دي هتبيع للشركة دي، لازم يبقى في حاجة اسمها arms length transaction. يعني أنا بديك سجاد تديني مقابلها فلوس أو ما يكافئها من الفلوس أو ما يكافئها من الخيوط لو هنعمل تبادل. المهم يبقى حاجة مقابل حاجة، يا إما لو هتديني دعم يبقى ده اسمه دعم، دعم شركة، ده موضوع تاني خالص. المهم الموضوع يبقى حاجة مقابل حاجة. لو هتديني، لو هبيع لك حاجة يبقى في حاجة مقابلها. لو هبيع لك حاجة بسعر مخفض أو سعر مدعم ده موضوع تاني. لو أنت هتديني فلوس بتصبح عليا كده بفلوس عشان احنا نفس الأونر، ده موضوع تاني، معالجة محاسبية مختلفة. يبقى ريتد بارتي فرود إن أنت هبيع له سجاد ومن غير حاجة وتعتبرها كسيلز ترانزاكشن. زي ولازم يكون في arms length، لازم يكون حاجه مقابل حاجه. tax evasion التهرب الضريبي، طبعا tax evasion انت intentionally falsifying tax return، انت طبعا يعني قاصد وعن عمد ان انت تضرب التاكس ريتيرن الاقرار الضريبي بتاعك، وده طبعا يعتبر انواع من انواع الفراد، وده فراد دلوقتي في ستين ده طبعا ده هي ايه هي ده يعتبر مع التاكس لو compliance مع التاكس لو. Division of responsibilities. Control is the principal means of preventing fraud. زي ما قلنا، الحاجة الرئيسية اللي انت هتعملها عشان تمنع الفراد، تعمل prevention وdetection للفراد، هو internal control. ما انت هتعمل ايه يعني؟ هتعمل awareness وهتعمل مش عارف ايه، وعندك code of ethics، والcode of ethics هيقول يا جماعة الفراد هو عبارة عن كذا وما تعملوش كذا وخليكم حلوين وخليكم محترمين. طيب بس انت في الاخر مش هتعرف تتحكم او تعمل كنترول او تعمل prevention or detection للفراد غير ما عندك internal control system. يبقى management is primary responsible for establishing and maintaining control، سواء للinternal control purposes العادي او سواء للmitigation او prevention او detection of a fraud. تاني حاجة، internal auditors are primarily responsible for preventing fraud by examining the and evaluating the adequacy and effectiveness of controls. انا مسؤول عن البريفنشن بتاع الفراد، مش انا اللي حكش الفراد، انا هشوف
الادكوسي والافكتيفنس بتاعت الكنترولز. ده دوري يعني، انا دوري كانترنال اوديتور ان انا بشوف هل الكنترولز اللي موجوده في الشركه كافيه ان هي تعمل بريفنشن وديتكشن للفرود ولا لا. طبعا ريزنبل اشورنس مش ابسولوت، اخلي بالك مهمه جدا. They are not responsible for designing and implementing fraud prevention controls. أنا كمراجع أنا بشوف الكنترولز حلوة ولا وحشة، مش أنا اللي بعمل ديزاين. تاني أنا internal auditor ما بعملش ديزاين لأي كنترول، أنا بشوف الكنترولز بتاعت المانجمنت ظريفة ولا رايحة في 60 داهية. وبعد قال لك الجملة اللي قلت لك عليها من شوية، إن internal auditors are not expected to detect a poor controls. بعد كده جايب لك كده نبذه من المعيار، نفس الكلام اللي قلناه، ان internal auditors must have sufficient knowledge to evaluate the risk of fraud and the manner in which is managed by the organization but are not expected to have the expertise of a person whose primary responsibility is detecting and investigating fraud. يعني انت مطلوب منك انك تفهم عن ايه فراد، وتشوف الاداره او المانجمنت عملت ايه ال controls in place to, for mitigation, prevention and detection of fraud، بس انت مش you are not expected ان انت تبقى عندك نفس الاكسبرتيز بتاع السي اف اي اللي هو سيرتيفايد فرود اكزامينر. انت راجل مش بتاع فرود، انت راجل بتاع انترنال اوديت. نفس الكلام هنا، نفس الكلام يا ريت تقرا نفس الكلام قلناه. components of fraud prevention system، ازاي يبقى عندك fraud prevention system؟ عن طريق controls من الاخر، تمام. Fraud prevention involves actions to discourage fraud and limit exposure when it occurs. A strong ethical culture and setting the correct tone at the top is essential for prevention. خلاك في حاجة، في حاجة اسمها prevention و detection. Prevention انت تحاول تمنعها من قبل ما يحصل. Detection ان انت لو حصلت تعرف تكشفها. فطبعا prevention اهم والprevention احسن. فمن انواع prevention ان انت يبقى عندك strong ethical culture عن طريق code of ethics و code of conduct. زي ما قلنا ان code of conduct بيقول لك يا جماعة خلي بالكو الفرود ده حاجة وحشة، واللي هيعمل فرود هيروح في 60 داهية، وما ينفعش تاخده رشوة، هو مش عارف ايه. فلازم عندك ethical culture and setting the correct tone at the top. ولازم حتى الموضوع يجي من top management، والtop management هم اللي يبقى عندهم حاجة زي كده ويعمل emphasize للموضوع الفراد، وان ما فيش tolerance لأي فراد، وعندنا حاجة حتى في شركات كتيرة بتعمل حاجة اسمها announcement أو awareness للزيرو فراد tolerance. يعني يقول لك أنا لو في موظف عندنا سرق دولار يترفض، حاجة اسمها zero tolerance فراد. يعني تولرنس يعني كلمه تولرنس ان انت تقدر تتحمله. بالنسبه لنا او بالنسبه لاي شركات يقول لك زيرو تولرنس فراد. يعني الموظف اصل اللي يسرق دولار يسرق مليون دولار، بدل هو عنده الكونسبت يعني اللي ضميره يسمح له انه يسرق دولار هيسرق مليون دولار. فانت الشركات او الاكزيكتيفز المفروض يبقى عندهم يعملوا awareness للموضوع. Overlapping controls elements of fraud prevention are presented below. يعني هقول لك شوية controls كده هنشرحهم في الصفحة اللي جاية. مثلا زي ايه؟ The control environment includes such elements as the code of conduct, ethics and fraud policy. مهمة جدا ان انا لازم control environment بيبقى فيها code of conduct، والكود اوف كونتاكت والإثكس بوليسي والفراد بوليسي. يبقى عندنا فراد بوليسي، نقول يا جماعه مفيش عندنا فراد، مفيش اي توليرنس للفراد، اللي هيثبت عليه سرق الدولار هيترفض زيه زي يسرق مليون دولار. في حاجه فراد ريسك اسسمنت، زي ما قلت لك انت زي ما بتعمل ريسك اسسمنت عادي بتعمل فراد ريسك اسسمنت. وفي الاغلب الاثنين بيتعاملوا مع بعض. انت بتعمل ريسك اسسمنت بتاخد في اعتبارك الفراد ريسك اسسمنت، تمام؟ ازاي؟ يعني ايه الحاجات اللي بتاخدها في اعتبارك في الفراد ريسك اسسمنت؟ Identifying and prioritizing fraud risk factors and fraud schemes. يعني بتعمل identification، بتعرف ايه هي الفراد ريسك فاكتورز اللي عندك
اللي انا شرحتها من شويه، والفوت سكيمز. كلمه سكيمز يعني انظمه، يعني هل عندك مثلا ديسبيرسمنت فراد، ولا عندك بايرول فراد، ولا عندك مش عارف ايه فراد، وهكذا. مابينج اكزيستنج كنترولز تو بوتنشال فراد سكيمز اند ايدنتيفاي جابس. تعمل مابينج. مابينج يعني مابينج، يعني انت عندك كنترولز هنا وعندك فراد ريسك فاكتورز هنا، تعمل مابينج. يعني ما اعرفش اسمها بالعربي، تمام؟ مابينج، تمام؟ ماب وتفري، تمام؟ انت هرشت الفكره، تمام؟ مابينج، تعمل مابينج ما بين الاكزيستنج كنترولز، ايه الكنترولز اللي عندك مع الفراد سكيمز والفراد ريسك فاكتورز. يعني انت مثلا عندك مثلا البايرول، مثلا البايرول، بايرول فراد. يعني انت تدفع مثلا، تدفع زفت ده اسمه، تدفع مرتبات لجوست امبلوي، ده اي بي سي، اي بي سي كنترولز بتاعها سيجريجيشن اوف ديوتيز ما بين البايرول بروسيسنج والاوثرايزيشن والادنج بتاع نيو امبلويز. يعني الادنج بتاع نيو امبلويز والكلام ده مفهوم مع الاتش ار، البايرول بروسيسنج مع بتاع البايرول، عشان ما ينفعش بتاع البايرول يحط جوست امبلوي ويدفع له فلوس وفي نفس، فانت كده فصلت المهام. الاتش ار هم اللي هم اللي بيعملوا ادنج لامبلوي او تيرمينيتنج لامبلوي، بس الاتش ار مش بيعملوا بروسيسنج للبايرول، وفي نفس الوقت البايرول ما بيعملوش ادنج او تيرمينيتنج لامبلوي، بس هم بيعملوا بايرول بروسيسنج. يبقى انت فصلت المهام. يبقى ده كنترول تعمل له مابينج لايه؟ للفرود سكيم اللي هو اسمه بايرول ايه؟ بايرول فرود، وتعمل له مابينج للفرود ريسك فاكتور اللي هو ممكن، او للفرود، الفرود اللي ممكن يحصل اللي هو يبقى في الاكزيستنس بتاع ايه؟ بتاع الجوست امبلوي. طيب في كنترولز تيست اوبريتنج افكتيفنس اوف فرود بريفنشن اند ديتكشن كنترولز. طب في كنترولز، هل بقى الكنترولز دي شغاله ولا مش شغاله؟ تعمل تيست اوف كنترولز. وفي الاخر دوكيومنتنج اند ريبورتنج فرود ريسك اسسمنت، بتعمل دوكيومنتيشن للفرود ريسك اسسمنت بتاعك وتعمل ريبورت بتاعك وتشوف ايه المشاكل اللي عندك. كنترول اكتيفيتيز ار بوليسيز اند بروسيدجرز فور بزنس بروسيسز ذات انكلود اوثوريتي ليميتس اند سيجريجيشن ديوتيز. من ضمن الكنترول اكتيفيتيز اللي احنا شرحناها قبل كده طبعا الانترنال كنترولز، في الاوثوريتي ماتريكس او ديليجيشن اوف اوثوريتي، اوثوريتي ماتريكس وسيجريجيشن ديوتيز، عشان كل واحد يبقى عارف هو بيعمل ايه. يعني مثلا انا اقول لك ان مثلا ممنوع حد يصرف اي مبالغ من الشركه غير بامضه المدير المالي على مبالغ لحد مثلا 500,000 دولار. فوق ال 500,000 دولار بتروح مثلا للمدير، مثلا المدير التنفيذي، وات ايفر. Fraud related information and communication practices promote the fraud risk management program and the organization position on risk. This the means used include fraud awareness training and conformity that employees comply with organizational policies. A fraud hotline can open the channel of communication for employees report suspect improprieties. مهمة جدا 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 حتى دي. لازم الفراد ريت انفورميشن كوميونيكيشن تعمل بروموشن للفراد ريسك مانجمنت بروجرام. وتاني حاجه لازم تزود، لازم تزود الاويرنس للامبلويز عن طريق حاجه اسمها فراد هوت لاين، عن طريق حاجه اسمها فراد هوت لاين. في حاجه تانية هيقولها قدام بس مش كاتبها هنا، حاجه اسمها ويسل بلور بروجرام. ويسل بلور بروجرام، كلمه ويسل بلور، كلمه ويسل اللي هي السفاره، بلور اللي هو بينفخ في الصفاره، تمام؟ يعني هو حتى اللوجو بتاعها واحد بينفخ في الصفاره، ليه؟ عشان بيعمل تنبيه، يا جماعه خلي بالكم ده في فراد، تمام؟ ده زي الفراد، ده مثال للفراد هوت لاين، وده بنشوف كل الشركات الكبيره، لازم يبقى موجود، لازم يبقى موجود. يعني مثلا يقول لك ايه؟ في الشركات، اغلب الشركات بتتعاقد مع مكاتب خارجيه اندبندنت، يقول لهم يا جماعه امسكوا لي الفراد هوت لاين او الويسل بلور بروجرام، تمام؟ المانجمنت بقى دورها ايه؟ بتقول يا جماعه للموظفين، لو انت شفت اي فراد بلغ الثيرد بارتي ده، اللي هو ممكن يكون مكتب خارجي، مكتب استشاري، مكتب خارجي، وات ايفر. وفي منهم كتير قوي، ما اعرفش في مصر فيه ولا لا، بس بره مصر مليانين يعني، تمام؟ سواء في امريكا، استراليا، اوروبا، الحاجات دي كلها، كل الكونسلتنج فيرمز والبابليك اكاونتنج فيرمز كمان بيقوموا بالدور ده، تمام؟ اللي هو بيقدم ويسل بلور بروجرام او فرونت او فراد هوت لاين بروجرام. معناها انت انا كاكزكتيف مانجمنت بقول للموظفين اللي عندي وبعمل لهم اويرنس، يا جماعه لو شفت اي فراد قول لمديرك الاول، لو مديرك ما عرفش يحلها اطلع لي فوقيه. ما عرفتش توصل او حاسس ان انت لو انت بلغت
هتتأذى ان في ممكن موظفين يبقى شايف الفرد بس مش عايز هو يبلغ عنه عشان حس ان هو ممكن يتأذى، او ممكن لو هو بلغ عنه حد تاني يستقصده. عشان كده بيخلوا حد خارجي اللي هو الويسل بلور بروجرام او فرود او فرود هوتلاين بروجرام، عشان لو انت حاسس بمشكله او شايف فرد وخايف تقول عشان ما حدش يستقصدك تبلغ الثيرد بارتي ده. والثيرد بارتي ده ملوش انه يبلغ عن شخصيتك انت حتى. نفترض ان انا مثلا انا هتكلم من الويسل بلور بروجرام واقول لهم يا جماعه انا شغال في شركه حماده، تمام؟ خلي بالكم مدير الفرع بتاع كفر الشيخ مثلا بيسرق مش عارف كذا كذا كذا، تمام؟ طب انت اسمك ايه؟ ممكن الويسل بروجر الشركه الخارجيه تسالني على اسمي اقول لهم لا مش عايز اقول اسمي انا حر، او ممكن اقول لهم على اسمي واقول لهم ما تقولوش للشركه. ساعتها الشركه ساعتها المكتب الخارجي ده ملتزم ان هو ما يقولش اسمي للشركه. فبس ساعتها الشكوى دي هتروح لمين؟ هتروح للشركه، هتروح الاداره العليا، عشان الاداره العليا تبتدي تعمل انفستيجيشن وتشوف المشاكل دي، تمام؟ يبقى الفرود ريليتد انفورميشن كوميونيكيشن والاويرنس بيجي مانجمنت، ويتعمل فرود هوت لاين، تمام؟ والفرود هوت لاين او الويسل بلور بروجرام في الاغلب بيبقى له كذا طريقه. انت ممكن تبعت فاكس، ممكن تبعت ايميل، ممكن تتكلم في التليفون، تمام؟ او ممكن تبعت جواب. يعني بتبقى اغلب الشركات دي او اغلب المكاتب دي بتقدم كذا وسيله عشان الناس تبلغ بطريقتها. يعني واحد ممكن يتكلم في التليفون، واحد ممكن يقول لك لا مش عايز اتكلم في التليفون هبعت ايميل، ممكن واحد مش عايز يبعت ايميل عشان ما يبانش هو الايميل جاي منين فيبعت خطاب يدوي بايد، وممكن واحد يبعت فاكس. فكل الحاجات دي برضو موجوده تبع الفرود هوت لاين او الويسل بلور بروجرام. خامس حاجه مونيتورنج ايفالويتس انتي فرود كنترول ثرو اندبندنت ايفالويشنز اوف ذا فرود ريسك مانجمنت بروجرام اند يوز اوف ات. يعني طبعا ايفالويشنز زي مثلا الانترنال اوديت، انا كانترنال اوديت انا بشوف بقى ايه الفرود ريسك انتي او سوري الانتي فرود كنترولز. انا كدوري كانترنال اوديتور اشوف هل في كنترولز ان بليس عشان تغطي الفرود ولا لا. ده بالنسبه لايه للبريفنشن، ده بالنسبه لايه للبريفنشن. الديتكشن بقى، الديتكشن سهل. الديتكشن معناها ان انت برضه يبقى عندك انترنال كنترولز زي ريكونسيليشنز زي اي حاجه تانية، عشان لو في اي فرود اكتشفناه تم اكتشافه هو خلاص حصل، بس تم اكتشافه بيتم بقى ايه تشوف بقى ايه اللي حصل في الفرود ده وازاي تم ايه معالجته. الفرود انديكيتورز، الفرود انديكيتورز اللي هي اسمها العلمي الاكتر الفرود ريسك فاكتورز. الفرود ايه ريسك فاكتورز. طبعا زي ما قلت لك انت عندك لو ليفل فرود فيرسس اكزيكتيف فرود، سماها اسم مختلف. اللو ليفل فرود اللي هو الامبلويز فرود اللي هو ميس ابروبريشن اوف اسيتس، الاكزيكتيف فرود اللي هو المانجمنت فرود اللي هو الفرود الفاينانشال ريبورتنج. زي ما قلت لك ده مختلف عن ده، ده الفرود ريسك فاكتور بتاعه مختلف عن ده. يعني زي ما قلت لك السي اف او لو جاب عربيه مرسيدس او بورش او وات ايفر اخر موديل ما حدش هيقول حاجه، يعني عادي سي اف او غالبا بياخد مبلغ كبير جدا فعادي انه ياخد يجيب عربيه زي دي. لكن موظف صغير خريج سنتين مثلا، موظف صغير شاب صغير ومفيش اي حاجه تبان ان هو من عيله غنيه مثلا وجاب عربيه بورش مش عارف ايه، لا ده يعتبر فرود ريسك فاكتور. فهتفرق طبعا ده من ده والكلام ده. فبص انا شرحت الموضوع ده بما فيه الكفايه، فيا ريت تقرا الكلام ده عشان ايه ما عدش الكلام. نفس الكلام نفس الكلام. كل ده نفس الكلام اللي شرحته. اخر حاجه اخر حاجه هقولها في اليونت قبل ما اقفله، شويه فرود ريسك انديكيتورز. شويه على فكره فرود ريسك فاكتورز او فرود ريسك انديكيتورز كتير جدا 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 جدا، تمام؟ حسب الصناعة وحسب الانفايرمنت وحسب الكنترولز وحسب حاجات كتير جدا، تمام؟ اللي هو حتى بيسميهم ايه؟ قلنا بيسميهم الريد فلاجز. زي ايه؟ lack of employees rotation in sensitive positions such as cash handling. مهمة جدا جدا جدا. على فكرة الحاجات دي هو جايبها لك اكزامبلز بس حاجات مهمة بيسأل عليها. الامبلوي روتيشن، عشان كده برضو في الشركات الكبيرة لازم يكون في حاجة اسمها روتيشن بروجرام. روتيشن بروجرام يعني معناها نظام التدوير. يعني ايه نظام التدوير؟ يعني مفيش موظف يقعد في نفس الوظيفه بتاعته فتره طويله
خصوصا لو ماسك حاجات سنسيتيف زي الكاش، زي الخزينه، زي الخزنه. لو موظف قعد ماسك الخزنه مثلا 6 7 سنين، معناها ان لو في مصيبه هنقعد 6 7 سنين مش عارفينها، تمام؟ ان هو اللي ماسك كل حاجه. يبقى لو خلي بالك ده فرود ريسك فاكتور، ممكن يقعد 20 سنه والراجل شريف ما سرقش ولا مليم. فبس معنى ان مفيش روتيشن بروجرام، والروتيشن بروجرام خصوصا في الحاجات المهمه زي البرشيزنج، برضو الروتيشن بروجرام بتاع البرشيزنج مهم جدا. ليه؟ اغلب الشركات برضو بيبقى فيها برشيزنج لكل كاتيجوري، يعني يقول لك مثلا اللي هيمسك مثلا الانفنتوري مثلا بتاع مواد التعبئه والتغليف الراجل ده، اللي هيمسك مش عارف الخامات اللي مش عارف ايه الراجل ده. فانت لو مسكت، انت لو مسكت مواد التعبئه والتغليف لنفس الراجل 5 10 سنين، الراجل بقى هو اللي ماسك الموضوع ده، وبقى عرضه انه ياخد رشاوي وياخد حاجات فلوس عشان يشتري من ناس معينه عشان ياخد عمولات. لكن لو انت عملت له روتيشن سنه سنتين ويمسك كاتيجوري تانية، يعني مثلا بتاع مواد التعبئه والتغليف يمسك الرو ماتيريال، او بتاع الرو ماتيريال يمسك مثلا السبلايز، وهكذا تقعد تعمل تدوير ما بينهم، ساعتها انت بتقلل الريسك او بتقلل الفرصه ان حد فيهم يمسك سكشن ويبرطع فيه وياخد فيه فلوس كتيره. يبقى الروتيشن مهم خصوصا في ايه؟ في السنسيتيف بوزيشنز زي الكاش هاندلنج. وازود لك انا على الشعر بيت، ولا بيت على الشعر، ازود لك على الشعر حاجه زي كده يعني، تمام؟ وبرده معاها ايه؟ البروكيورمنت. ان appropriate combination of job duties، اللي هو lack of segregation of duties. يعني segregation of duties مضروب، ال HR وال payroll، واحد بيعمل كل حاجة، طب ما هو طبيعي، طب ما هو ده طبيعي هيعمل لك payroll fraud. الراجل معاه ال addition وال termination بتاع employees وبيعمل payroll processing، يا فرحتي، ده هيكريت لك employee وبأي اسم، يعني أي اسم في الدنيا، ويحط لك بانك ديتيلز ويدفع له فلوس، وبعد كده يعمل له termination ومحدش حاسس. فلازم segregation of duties. Unclear lines of responsibilities and accountability مهمة جدا جدا. الاثوريتي ماتريكس اتكلمت عنها المرة اللي فاتت، الاثوريتي ماتريكس مهمة، لازم كل واحد في الشركة يعرف هو ايه اللي مسموح له يعملها، ايه اللي مسموح له يعمله، وايه الحدود الصلاحية اللي عنده. Unrealistic sales or production goals، ودي مهمة جدا. لما تلاقي unrealistic sales او production goals او unrealistic budget عامة، unrealistic budget ده red flag، يعني بمعنى صح تلاقي مثلا ان، وبنشوفها كتيره في الشركات حتى الكبيره، تمام؟ الشركات المالتي ناشونال، تلاقي مثلا شركه مثلا في مصر او في السعوديه الهيد اوفيس بتاعها مثلا في اليو كي او في اليو اس، تمام؟ في امريكا او في انجلترا، تمام؟ يقول لك مثلا الهيد اوفيس يبعت للفرع او للشركه اللي تابعه في مصر او السعوديه، يقول لك دي البادجت بتاعتكم. تقول له يا عم بادجت ايه يا عم؟ دي مصر فيها تقلبات سياسيه، والسعوديه مثلا فيها سعر البترول نازل، وبرده في مشاكل اقتصاديه يا عم. ما فالتاني الهيد اوفيس يقول له لا، بقول لك ايه، ما تدخلنيش في تفاصيل يا مدحت، يعني هي دي البادجت. فانت هتعمل ايه؟ هتقول له طيب هعمل ايه بقى، اذبح يا زكي ادرى، يذبح زكي ادرى، تمام؟ فهتضطر تعمل ايه؟ هتضرب بقى، يعني مش هو عايز، مش هو الهيد اوفيس في امريكا بيحلم البادجت دي، اربط الحمار زي مطرح ما يقول صاحبه، تمام؟ هتريحه وتضرب له الدنيا، تمام؟ فلو انت عندك unrealistic sales او production goals او unrealistic budget عامة، ده red flag. مش معناه ان هيحصل ضرب، بس red flag ان ممكن يحصل ضرب. اللي جاية مهمة جدا 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 جدا. An employee who refuses to take vacations or refuses promotion. موظف ما بياخدش اجازات. موظف مش عايز يترقى. ده موظف في مصيبة عاملها وخايف انه يتحرك من مكانه فيجي حد تاني فيكشف المصيبة. عشان كده برضو في الشركات الكبيرة موضوع الاجازات موضوع اجباري، ما ينفعش ما تاخدش اجازة. بعيدا عشان تخفض مخصص الاجازات، ده موضوع، تمام؟ بس الموضوع التاني عشان لو في فرصة للفراد لازم، خصوصا في الفاينانشال سيرفيسز والحاجات اللي فيها علاقه بالفلوس، تمام؟ فالموظف اللي يرفض ياخد فيكيشن او مش عايز بروموشن في حاجه تاني، ممكن يطلع في الاخر هو الراجل حابب مكانه، او مثلا بيتعارك مع مراته فهو حابب الشغل ومش عايز يروح عشان مراته ما تتكتش عليه،
ده موضوع تاني. وممكن يطلع انه فعلا في مصيبه في الشغل وهو مش عايز يمشي عشان محدش يكشفها. Established controls are not applied consistently. يعني في controls موجودة بس ما تطبقش. فده برضو red flag. High reported profits when competitors are suffering from economic downturn. يعني معروف مثلا ان سعر البترول بتنيل بستين نيلة الفترة اللي فاتت مثلا يعني. تمام؟ انا عارف ان هو طلع شوية ونزل بس يعني overall الترند زي الزفت. هتلاقي مثلا شركة بترول معينة عاملة profit وهمي مع ان كل شركات البترول على مستوى العالم راحت في 60 داهيه عشان في ايكونوميك داون تيرن. يعني سعر البترول عالميا رايح في 60 داهيه فشركات البترول كلها راحت في 60 داهيه. فتلاقي واحده فيهم بقى ما تفهمش ازاي كسبانه مكاسب غريبه. يا عم منين يا عم؟ يعني مثلا هو انت البترول بتاعك مختلف عن البترول التاني؟ يعني جبت منين الفلوس دي؟ ده يعتبر ريد فلاج. High turnover among supervisors positions in finance and accounting areas. مهمة جدا جدا جدا. يعني تلاقي CFO جاء شركة 6 شهور 7 شهور ومشى. يجي بعدي CFO تاني 6 7 شهور وكمان يمشي. مفيش CFO أو مفيش Chief Accountant أو مفيش Financial Controller عايز يكمل مع الشركة. فتحس إن فيه Red Flag. هما بيمشوا ليه؟ هو في حد بيأثر عليهم ويقول لهم ده يتعمل وده ما يتعملش؟ ده الكود ده يتمرر والكود ده ما يتمررش؟ هل في مثلا حد بيقول لهم الارباح تبقى عامله كده وارباح تبقى عامله كده؟ يبقى لو عندك هاي تيرن اوفر للحاجات الاشرافيه او حاجات المديرين مانجرز اند اباف بالذات الفاينانس والاكاونتنج طرف ان في ريد فلاج. اكسسيف اور انجستيفايبل يوز اوف ا سول سورس بروكيرمنت. يعني بص تلاقي بتاع البروكيورمنت ما بيشتريش غير من الشركه دي. في طبعا ساعات بتبقى جاستيفايد. يعني ساعات مثلا في مثلا صناعات معينه او في مثلا منتجات معينه ملهاش غير سول سبلاير. يعني الماركت كله ما فيش غير واحد بيبيعها فانت غصب عنك تشتري منه ما فيهاش حاجه. بس مثلا لا في مثلا ممكن يبقى عندك كذا سبلاير بس بتاع البروكيورمنت ما بيشتريش غير من الراجل ده. ليه يا عمي؟ ما هو في مليون واحد غيره. هو ده بقالنا 10 سنين بنشتغلش غير مع نفس الراجل. ريد فلاج. An increase in sales far out of proportion to the increase of cost of goods sold. دي بقى بص يعني دي يعني شرحتها بالتفصيل الممل في السي بي اي. تمام؟ الحته دي بالذات رقم 10 دي تتكشف بالاناليتيكال بروسيجرز. تمام؟ يعني في حاجة اسمها analytical procedures هناخدها ان شاء الله. بتوع CPA بياخدوها بالتفصيل شوية. انت تاخد عنها نبذة. تمام؟ ان CPA مطلوبة required بالمعيار ان هم يعملوها. انك بتشوف العلاقات ما بين الحسابات وبعضيها والحسابات بالسنين. يعني مثلا تشوف مثلا مبيعات السنة اللي فاتت لمبيعات السنة دي. السنة اللي فاتت انا بعت 100 مليون. السنة دي بعت 250 مليون. يبقى انت عندك زياده كام في الميه في المبيعات؟ 150% من 100 مليون ل 250 مليون. صح؟ ماشي. انت يا سيدي بعت الماركت فتح او فتحت مثلا فروع في دول تانية. ماشي. بس الزياده في السيلز لازم يقابلها زياده في الكوست اوف سيلز. ما انت مبيعات فلازم يكون في تكلفه للمبيعات. ما انت المبيعات جت منين؟ من حاجات بعتها. فالحاجات اللي بعتها دي لها تكلفه. يعني ده اي بي سي محاسبه. يعني تمام؟ يعني ده احنا كنا نتكلم بقى على ايه؟ على مبادئ المحاسبه سنه اولى ترم اول تاني محاضره غالبا. يعني تمام؟ فالسيلز لها كوست اوف سيلز. فتلاقي ان الزياده في السيلز من السنه اللي فاتت للسنه دي 150%. تيجي تبص بقى على الزياده في الكوست اوف سيلز كبرسنتج تلاقيها مثلا ايه 30%. انت هنستهبل؟ يعني انت عندك زياده في السيلز 150% وزياده في الكوست اوف سيلز 30% بس. طب باقي ال 150% جم منين؟ يعني اقله الكلمه اقنعني. تمام؟ ف ما اظنش ان دي ليها تفسير. يعني دي مفروض ريد فلاج. وقلنا ان الريد فلاج مفروض ممكن تبقى فرود ممكن لا. بس دي بصراحه انا مش لاقي لها تفسير طبعا. تمام؟ يعني فانت غالبا بتروح تشتم المدير المالي وتقول له ايه الهبل بتاعك ده، وفي الاخر بتطلع فيه مصيبه في القوائم الماليه وبتتصلح والدنيا بتمشي. تمام؟
بس يعني حته الاناليتيكال بروسيدجرز وانك تشوف العلاقات ما بين الحسابات وبعضيها، سواء ريشيو اناليسيس او ترند اناليسيس، وتشوف العلاقات دي مثلا اكزامبلز. هقول لك على كذا اكزامبل تمام. وعشان كده الاناليتيكال بروسيدجرز مهمه جدا جدا. انت كانترنال اوديتور ممكن تشتغلش بيها قوي، بس لازم تبقى عارفها ان دي بقى دي صياغه المراجعه تمام. يعني بتوع السي بي اي او مراجع خارجي بالاناليتيكال بروسيدجرز دي بيطلع كوارث من غير ما يفحص ورقه، يعني من غير ما يفحص ورقه واحده، من غير ما يطلب ورقه واحده يطلع لك كميه كوارث من ايه، من اناليتيكال بروسيدجرز. وياما طلعنا كميه هبل بالاناليتيكال بروسيدجرز. تلاقي مثلا interest expense. طب ال interest expense دي جاية من قرض، تيجي تشوف القروض مثلا تلاقي ما فيش قروض متسجلة، هما ال interest على ايه مثلا مش فاهم. او العكس تلاقي مثلا في السكشن بتاع liabilities عندك short term loans و long term loans loans agreement وايضاح حد كده disclosure بنطلون على مش عارف ايه. طب فين ال interest expense؟ تيجي تبص كده على interest expense، ما فيش انترست اكسبنس. امال ده قرض حسن يعني ولا يعني البنك قلب ايه؟ البنك قلب بنك ايه؟ بنك اسلامي يعني؟ ما هو حتى البنوك الاسلاميه بتاخد انترست يا راجل تمام. يعني طب اعيروا الكلمه تمام. فالحاجات دي بقى هي اللي بتديك ايه، شويه كده حاجات ظريفه عن المصايب اللي ممكن تلاقيها. فهنا اعطاك اكزامبل انكريز ان سيلز in far proportion out of proportion to the cost of goods sold. انا بقول لك عامه ده جزء من الاناليتيكال بروسيدجرز. فانت لو الاناليتيكال بروسيدجرز طلعت لك مصايب، ده يعتبر ريد فلاج وتاخده في اعتبارك. انا خلصت اليونت الحمد لله، خلصت اليونت 3، يونت ظريف جدا تمام. يونت 3 هو اول يونت من 2 يونتس بيتكلموا على الانترنال كنترول والريسك. خلصنا اول يونت، ان شاء الله نخش في اليونت الثاني او يونت 4 اللي هو الجزء الثاني من الموضوع ده من سكشن 2. ان شاء الله المره اللي جايه نخش معاكم في يونت 4. نصيحتي ليك بقى لما تخلص مذاكره تحل على طول. زي ما قلت لكم يا جماعه مليون مره، المنهج سهل، المنهج ما فيهوش اي مشاكل، كلام كله ميك سنس، يعني كلام بالعقل كده باللوجيك يتفهم. المشكله في حل الاسئله سهله، بس طريقه السؤال تبقى فيها تريكس، فيها تريكي جدا، فيها كميه افكار وكميه حاجات. ومشكله انك تحس ان كل الاجابات شبه بعض، فهي ازاي بقى هتحل الكلام ده وازاي تستعد للامتحان؟ لازم تحل اسئله كتيره جدا 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 جدا. فنصيحتي بعد ما تخلص اليونت معايا حاول تحل اسئله كتيره، واشوفكم المره اللي جايه ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.